مساء الخير، برحب بحضراتكم. حلقة جديدة من الماتش. النهاردة كلنا كنا بنمني النفس بفوز فريق الزمالك على سجرادة الأنجولي في دوري رابطة الأبطال، لكن خرجت المباراة بالتعادل، أداء لا يرتقي إطلاقا لفريق كبير بحجم فريق نادي الزمالك. في نفس الإطار، بترو أتلتيكو الأنجولي النهاردة بيحقق الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، ويعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع الزمالك هنا في القاهرة وفوزه اليوم في أنجولا على فريق الوداد. الوداد أصبح 3 نقاط وبترو أتلتيكو 4 نقاط والزمالك نقطتين 2 وسجرادة بدون نقاط. الزمالك قادر، أنا دايما أقول طالما أن هناك أمل الزمالك إن شاء الله قادر. الزمالك يا جماعة بيمتلك كتيبة من اللاعبين الكبار على المستوى الدولي، حتى اللي مش موجودين في المنتخب، شيكابالا بتاريخه العريض. عشان كده أنا عندي أمل أن فريق الزمالك إن شاء الله هيستفيق، بمعنى بقولها مرة تانية، فريق الزمالك هيستفيق ويحقق الفوز إن شاء الله، ونتيجة إيجابية تكون خارج الديار في المغرب أمام الوداد، وبعد كده يفوز في المباراتين اللي موجودين على أرضنا سواء أمام سجرادة أو أمام أيضا الوداد المغربي. إن شاء الله جمهور الزمالك يغيب داعم لفرقته، كل الإعلام داعم لفريق الزمالك، لأن أنا دايما بقول نفسي ألاقي الأهلي والزمالك هم طرف المباراة النهائية زي ما الاقي المصري وأيضا بيراميدز هم طرف النهائي في الكونفدرالية. هنتكلم عن مباراة النهاردة بالتفصيل، وهيكون معنا الكابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك والمدير الفني الحالي لنادي بلدية المحلة. هنعرف كمان النهاردة أخبار النادي الأهلي واستعداده لمباراته في الدوري الثلاثاء إن شاء الله أمام مصر المقاصة بعد عودته من السودان وتحقيقه التعادل أمام فريق الهلال السوداني. ودايما هقولها وحفضل أقولها على طول، مصر والسودان هما امتداد لبعض، إحنا امتداد وادي النيل للسودان، والسودان امتداد وادي النيل لمصر. دايما العلاقة، علاقة الدم وعلاقة النسب وعلاقة المصاهرة اللي موجودة ما بين الدولتين الشقيقتين عمر ما هيعقرها أي شيء. شفنا الأهلي تم استقباله في السودان على أروع ما يكون. نادي المريخ السوداني بيلعب كل مبارياته هنا في القاهرة على ملعب النادي الأهلي، أهلا وسهلا بنادي المريخ، وأهلا وسهلا بنادي الهلال، وأهلا وسهلا بكل أخ وكل صديق سوداني، وكل أخ وكل صديق وشقيق عربي على أرض مصر العروبة التي تحتضن الجميع. النهاردة كمان هنشوف حال النادي الإسماعيلي، وأنا واحد من دراويش الإسماعيلي، أنا واحد بقولها مرة تانية من دراويش النادي الإسماعيلي. استمتعت معاهم على مدار سنوات عديدة بالهمسة واللمسة والكورة الجميلة اللي غابت عننا في التوقيت ده. الإسماعيلي في خطر؟ أيوة يا فندم، الإسماعيلي في خطر. الإسماعيلي للأسف الشديد هو ثاني الجدول من الأسفل، بعد ما كان هو اللي بينافس دايما مع الأهلي والزمالك. الإسماعيلي قبل الأخير في جدول المسابقة. لابد، وأنا عارف أن رئيس النادي الإسماعيلي يمتلك من الحكمة ما يمتلك ومجلسه المحترم في تغيير في الجهاز الفني، وحنقول إيه اللي حصل، وحيكون معانا خبر حصري معانا بالتفصيل مع كل اللي حصل وكل الاتفاقات اللي تمت عن النادي الإسماعيلي. لكن درويش النادي الإسماعيلي ليس فقط في الإسماعيلية، لكن في كل مكان إن شاء الله هيكونوا قادرين أيضا بإذن الله على العودة وتحقيق أمجاد الإسماعيلية في كل مكان إن شاء الله. كمان النادي المصري وكل شيء هنتكلم فيه بالتفصيل، لكن خلوني أخد على الهاتف حاليا نجم من نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر، واحد من صخرة المدافعين على مر العصور، النجم الكبير كابتن هشام. يا كان كابتن هشام، مساء الخير، منور الدنيا. أهلا بحضرتك. ازيك يا إيهاب؟ ازيك يا حبيبي؟ منور الدنيا يا أبو الكباتن. الله يخليك يا حبيبي. كابتن هشام، النهارده كلنا كنا بنمني النفس ان الزمالك يستفيق بعد التعادل اللي كان موجود هنا امام بترو اتلتيكو والخساره في الدوري، ان الاستفاقه تكون النهارده امام سجراده في انجولا، لكن لم نكن نتوقع هذا الاداء من الزمالك بنجوم الكبار امام فريق من السهل جدا ان الزمالك كان يحقق الفوز عليه. كيف شاهدت مباراه اليوم؟ والله بص، يعني انا برضو يعني لما نيجي نبص في احداث المباراه هتلاقي ان المباراه كانت ماشيه في اهداف ضائعه واهداف مهمه جدا، يعني كانت ممكن تيجي. لكن احنا مشكلتنا ان احنا دايما يعني لما نيجي نبص بالواقع نيجي نقول ان في تسيب، في اداء مش مظبوط. مش ممكن مثلا الكره اللي جت في الدقيقه 93 اللي جت في العارضه مثلا، يعني هيكون مثلا الفرصه دي لو جت كان ايه اللي هيحصل؟ كان المشهد هيبقى احسن.
احنا عايزين نقول ان احنا بنعمل، احنا بس نادي الزمالك يمكن الفتره اللي فاتت طبعا عدم تركيز اللعيبه، وطبعا والاحداث اللي بتسمعها والحاجات دي بيأثر على اداء اللاعب. شيء طبيعي لما انا اعرف ان انا ممكن همشي او انا ممكن هكون ماليش دور مع الفريق الفتره اللي جايه، ممكن تلاقي ادائي مش هيبقى بالشكل المطلوب. يعني هيبقى ادائي في مش هقول ايه، في نوع من انواع الاخفاق لان غصب عني انا حاسس ان انا مش مثلا. فطبعا الحاجات دي بتاثر على فكر اللعيبه وادائهم الفني داخل الملعب. طبعا ده بيفقد التركيز من كل الجوانب. ثاني حاجه طبعا المدير الفني اكيد بيوصل له كل معلومه. يعني يبقى قاعد داير المباراه وعارف ايه اللي بيحصل والاحداث اللي بتحصل حواليه كلها، والحاجات دي كلها طبعا بتاثر على الناس فاهمه. غير كده ان يجي النهارده يقول لك ايه المدرب يمشي، المدرب النهارده بيخطئ. طب ما النهارده عنده تغيير غصب عنه، مثلا زيزو ما لعبش، شايف ان هو كان ممكن لما يامن الدفاع بثلاثه النهارده مثلا يلعب بثلاثه ارتباك، ان هو بدل ما يلعب باربعه دود النواحي الهجوميه بان يخلي الاسطوس يبقى ليه دور ايجابي هجومي اكتر، هو والناحيه الثانيه فتوح. تمام. يعني انت فاهم؟ يعني الحاجات دي ممكن ما تكونش بتيجي على فكر الجماهير. هو الجمهور عايز يكسب، عايز النهارده يحس ان فرقته بتجيب اجوان وبيحرز اهداف. الماتش اللي فات اربع خمس فرص كتير جدا ضايعين، يعني اكتر من كره ضايعين. لكن كابتن هشام بس معلش، الماتش بتاع بيترو اتلتيكو هنا في القاهره الزمالك ابدع في الشوط الثاني، والزمالك اهدر فرص مؤكده بالجمله، وكان اداء الزمالك الراقي اللي احنا كلنا بننتظره عشان نتفرج عليه كان موجود في المباراه على الرغم من التعادل 2-2. لكن النهارده غاب الاداء. انا بدور دايما عن الزمالك، الزمالك فريق كبير، واحد من اسياد القاره الافريقيه، عشان كده النهارده امام فريق كان من السهل جدا لو الزمالك في حالته الطبيعيه حقق الفوز النهارده. بص، الفرقه النهارده فعلا فرقه انجولا فرقه اقل من المتوسط تمام الشكل العام جوه الملعب. لكن برضه نيجي نبص نشوف ايه، احنا برضه في عامل مهم جدا هو العامل النفسي يا جماعه. تمام. العامل النفسي ده بيأثر على اللعيب، بيخليه يخرج عن اداؤه والابداع. لان انت النهارده كل واحد بيدور على مستقبله، واللعيبه النهارده مش هنرجع للاجيال بتاع زمان، لان مثلا ممكن واحنا بنلعب زمان نيجي نقول يا جماعه نشد حيلنا، احنا ما لناش غير النادي بتاعنا والكلام من ده. لكن النهارده اللاعب فكره بيتغير، يقول لك ايه؟ ما انا لو مشيت هروح نادي تاني. انت فاهم؟ مش مشكله ان انا اموت نفسي النهارده بدل اللي هم مش عايزيني. او مثلا في احداث بتحصل، فطبعا ده بيأثر بالسلبي على اللعيبه. والاداء النهارده عشان كده يمكن في بعض التصريحات اللي سمعتها ان بيتقال ان لينا حساب بعد ما نرجع بعد المباراه، او لينا نوع من انواع. طب ما ده نوع من انواع عدم الاستقرار، اللي هو ان اللاعب عارف انه هيرجع هيبطل او هيمشي او مش هيتعاقد. لا، مش الحساب يا كابتن اللي انا همشيك، لا، انا الحساب اللي انا هقعد معاك. احنا وصلنا لفين؟ ليه بنوصل للمرحله دي؟ ازاي نقدر مره ثانيه نرجع فرقه الزمالك لمكانها الطبيعي؟ الحساب هيكون بكده. لا، الحساب بص، لعيبه الكوره معلش يعني يعني في اختلاف شويه، الاجيال مختلفه شويه. الولاء كان زمان موجود يا كابتن، الولاء كان والمكان موجود. لكن دلوقتي الولاء للاعب نفسه لنفسه. هل هو شايف ان المرحله دي فيها استقرار في تواجده مثلا داخل نادي الزمالك النهارده، وان الاحداث بتحصل في مشاكل ومفيش نواحي ماليه ممكن تكون مؤثره، في لعيبه مش متواجده او لعيبه ممكن تقرص على نفسها. احنا كنا بنلعب واحنا مصابين. انا لا يعني احنا كنا بنلعب واحنا مقطوع دماغنا، تلاقي عندي 12 غلظه في عينيا وبنلعب، او غيري زمايلي برضه نفس العمليه. حته انك انت تدوس على نفسك موجوده. النهارده انا برضه مش عايز الوم اللعيبه كلها بان هم ادائهم ما كانش وحش. ممكن نقول الاجواء النهارده مثلا الرطوبه كانت عاليه جدا او الحر او كلام من ده، وغياب زيزو وطارق حامد بكل تاكيد اثر على الفريق. طبعا اكيد طبعا يعني عدم وجود طارق حامد برضه في نص الملعب عامل فجوه كبيره جدا في الفريق، لان النهارده
يعني برضو مهما كان إمام عاشور مش هيقدر يقوم بالدور بتاع طارف، عشان كده كان الملعب تحس إن مفيش ترابط ما بين نص الملعب والمهاجمين. تمام. يعني في مساحة واسعة، وكان في فرق سرعات كمان في عند اللعيب بتوع أنجولا بصراحة. طبعا يعني ما هما بس مستوى الأداء الفني بتاعهم يعني، بس كان ممكن يقدروا يجيبوا هدفين ثلاثة في لحظات معينة لولا أن أبو جبل عايزين تألق بصراحة. أبو جبل في مستوى أكثر من رائع، لازم نحيي كلنا عليه بصراحة. طبعا لأن النهاردة أنا بقول أن هو أنقذ نادي الزمالك من هزيمة، أو يعني كان ممكن تغير انفراد صريح في اخر المباراه، كان هدف مؤكد بصراحه، كان هدف جدا. طبعا لكن احنا بنقول يعني في الاول وفي الاخر انا يعني اتمنى ان لعيبه الزمالك المباراه، لان المباراه اللي جايه مباراه مصيريه جدا، يعني لازم تكسب هنا وهناك، يعني انت مالكش حل، انت هتلاعب الوداد في المغرب المباراه القادمه، وفريق تقيل وفريق جاي من هزيمه امام بيتر اتلتيكو. تقول للاعبين ايه قبل المباراه دي يا كابتن هشام؟ لازم اقول لهم حسوا بقى الجماهير منتظراكم. احنا النهارده ممكن نكون بنفكر اسيب، لو انا النهارده حتى لو انا هيبقى ماشي اسيب فكره حلوه للفريق، او لو انا النهارده مقصر بحقي، كل لعيب لازم يقعد يحاسب نفسه النهارده ان هو فعلا محتاج انه لازم يرجع انا بس هاخد من حضرتك حتى يا كابتن هشام، حضرتك بتقول لي لو اللعيب ماشي، طيب ما في اخبار عن ان ابو جبل خلاص في طريقه للسعوديه، لكن ابو جبل النهارده بيزود عن مرماه وجبل، بمعنى كلمه جبل، يعني الراجل حتى وان كانت في اخبار، لكن الراجل النهارده خايف على النادي اللي بيلعب له باسمه، النادي اللي عمل فيه اسمه، بصراحه كان اداء اكثر من رائع، واعتقد ان نادي الزمالك في طريقه الى التجديد للاعبين الاخرين ان شاء الله عشان حاله من الاستقرار خلال الفتره القادمه. أكيد طبعا أبو جبل النهارده برضو مهم جدا، برضو هو برضو العرض اللي جاي له عرض يعني مغري وعرض كبير جدا، وهو أكيد النهارده برضو بص للاحترافية بشكل كبير جدا، يعني هو استفاد بالماتشات اللي لعبها في كأس الأمم الأفريقية، رفعت من أسهمه بشكل كبير جدا وقدر يستغلها صح، وده اللاعب المميز أو اللعيب الذكي اللي يستغل فعلا فرصة تجيله في اقل من لحظات، ان هو في لحظه ان هو لو كان الشناوي كمل البطوله ما كانش هيحصل ظهور لابو جبل بهذا الشكل، لكن النهارده يحصل اصابه الشناوي ونزول ابو جبل ويتفوق على نفسه وعلى الظروف اللي اتحط فيها، لانها كانت ظروف صعبه جدا، أكيد. وقدر ان هو يحط لنفسه مسار، وده اللي هيخليه ان هو طبعا مستواه ارتفع، وده اللي هيخليه النهارده ان هو لازم يحافظ على الجهد ده، وده اللي عمله النهارده، هو بص للموضوع بصلها باحترافيه، اشتغل على نفسه النهارده داخل الملعب، قال لك انا بلعب المباراه بمباراه احتراف، محترف لازم يكون عنده الحته دي، وده اللي ناقصه لعيبه نادي الزمالك، ان في معظم اللعيبه اللي موجوده ما بحسهاش ان هي محترفه، لان الاحتراف ده بيبقى نوع من انواع ارتفاع مستوى اداء اللاعب الشخصي لنفسه، لان انت النهارده محمد صلاح بيتفوق على نفسه ليه؟ لانه بيشتغل على نفسه كتير، بيساعد نفسه ان هو يتمرن اكتر، يكون مجتهد اكتر، بيركز معلش يعني بيبقى حياته 24 ساعه هناك الاحتراف بيطبق على اصوله او كما ينبغي ان يطبق، لكن احنا هنا احتراف ورقي فقط للاسف الشديد حتى الان. عموما بنتمنى التوفيق، اشكرك شكرا جزيلا كابتن هشام يكن نجم نادي الزمالك. قبل ما اروح للتقرير الصحفي او للمؤتمر الصحفي بعد اللقاء وكارترون قال ايه، هقول كلمتين اتنين. الزمالك هو احد القلاع الرياضيه ليس فقط في مصر بل في الوطن العربي، وكلنا عارفين جماهيريه نادي الزمالك في الوطن العربي قد ايه. لازم الامور بسرعه قبل فوات الأوان، بيمتلك نجوم على أعلى مستوى، عندهم القدرة على العودة مرة تانية للبطولة، لسه الأمل مفتوح، ولسه عندنا أربع مباريات، اتنين منهم على أرضنا واتنين خارج الأرض. مباراة اللي على أرضنا إن شاء الله ست نقاط فيهم ضروري، بره لازم نعمل نتائج إيجابية، ما نتهزمش، دي أهم شيء، لكن أنا عارف إن أمير مرتضى منصور لديه من القدرة أيضاً، وتواصلوا مع اللاعبين وقربوا من اللاعبين، عملية التجديد للاعبين اللي منتظرين سواء كان طارق سواء كان بن شرقي وغيرهم، إن شاء الله قادرين على أن نادي الزمالك يلملم أوراقه سريعا
عشان نعود إلى الانتصارات. تعالوا مع بعض نشوف كارترون قال إيه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ونرجع لحضراتكم. الزمالك ما زال يعاني من إهدار الفرص السهلة وعدم القدرة على ترجمة السيطرة الميدانية إلى أهداف. أداء الفريق لم يكن جيدا في الشوط الأول، لكن المنافس لم يشكل خطورة على مرمانا. الأمر الإيجابي أننا لم نستقبل أهداف، لكننا وصلنا للمرمى منذ المباراة الماضية 32 مرة وسددنا 5 كرات في العارضة. اليوم وصلنا للمرمى 7 مرات، لكن الشيء السلبي أننا ما زلنا منقوصين من الثقة من أجل تسجيل الأهداف وترجمة الفرص. المواقف السابقة التي تعرض لها الزمالك في السنوات الماضية تجعل لدينا إصرار على معالجة الأخطاء والبحث عن الانتصارات في المباريات المقبلة. الفريق أمامه 4 مباريات في مشوار دور المجموعات، وأثق تماما في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز أمام الوداد في الجولة القادمة. كل شيء ممكن. اليوم بيترو أتلتيكو فاز على الوداد ولم نلعب سوى مباراتين، ويجب أن نتعلم مما حدث. وهناك 4 مباريات متبقية، فرصة الصعود ما زالت قائمة بالطبع. ليس من الضروري أن أقدم وعود في الوقت الحالي، فهذا لا يمثل أي أهمية، لكن الأهم هو أننا سوف نعمل خلال المباريات المقبلة على تحقيق هذا. دي تصريحات مستر كارترون المدير الفني لنادي الزمالك بعد مباراته اليوم وتعادله. زي ما انا قلت يعني عندنا 4 مباريات، وطالما الكره في الملعب يبقى الامل موجود. وزي ما انا بقول مرارا وتكرارا، الزمالك يمتلك من حارس مرمى حتى خط الهجوم نجوم على اعلى مستوى. انت عندك لاعبين دوليين في المنتخب التونسي وفي المنتخب المغربي، عندك اللي كسروا الدنيا مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه مؤخرا. وبالتالي انا شخصيا عندي ثقه كبيره جدا ان شاء الله ان الزمالك هيرجع مره تانية وهتكون معاه بطاقه من بطاقتي التاهل الى الدور القادم ان شاء الله، لكن بشيء من العزيمه، بشيء من الاصرار، بشيء من المسانده الجماهيريه والإعلامية في كل المنصات الإعلامية. نحقق الأمل ويرجع الزمالك مرة تانية يفرح جمهوره العريض. النهاردة المريخ السوداني اللي اختار ملعب الأهلي أو استاد الأهلي لإقامة كل مبارياته في دوري رابطة الأبطال عليه. وزي ما أنا قلت أن مصر والسودان منذ أبد الدهر أشقاء، دم واحد ونسب واحد ومصاهرة، زي ما حضرتك عايز تقول قول. السودان امتدادها في مصر ومصر امتدادها في السودان. عمري ما بحب كلمة مصر وسوداني، لان احنا ابناء وادي النيل. عمر العلاقات ما هيعكر صفوها اي شيء، لان العلاقة الابدية اللي بتجمع ما بين الشعبين الاتنين ستظل راسخة وتظل قوية. ومرارا وتكرارا قلت مرحبا بكل الاشقاء من اخواتنا السودانيين سواء في نادي المريخ أو الهلال وأنصارهم على الرحب والسعة وفوق رأس كل مصري، لأن مصر دائما ترحب بكل الناس، فما بالك بأشقائها في السودان أو أشقائها العرب. خلوني أخذ على تليفون أستاذ عادل أبو جريشة عضو مجلس إدارة نادي، نائب رئيس نادي المريخ السوداني. يا أستاذ عادل منور وأهلا وسهلا. مرحب بك، مرحب بمستمعينك. يا أهلا وسهلا. أولا يعني نتيجة النهاردة أمام سان داونز بالتعادل هنا في القاهرة بدون أهداف، بكل تأكيد فريقين كبار، المريخ أحد القوى الضاربة في الكرة السودانية، وأيضا سان داونز طبعا واحد من الفرق الكبيرة جدا في القارة الإفريقية وجنوب إفريقيا. شفت المباراة النهاردة إزاي والتعادل يصل بأحلام المريخ لغاية فيه؟ والله أول حاجة أشكرك على هذا السؤال. سان داونز كما قلت فريق كبير وفريق أخذ البطولة عدة مرات، وإحنا يعني لا نقل عنه شيئا. وطبعا المباراة إحنا بنعتبر إنه خسرانين لأن هي على أرضنا، يعني هم بالنسبة لنا، ولكن فريقنا اليوم كان ليس على غدر الطموح. هنالك بعض الأخطاء الفنية حصلت،
اعترف بها المدرب شخصيا. ولكن ان شاء الله القادم اجمل والمباراه القادمه. هذه اول مباراه بالنسبه لنا. تمام. هم دلوقتي تعامل اربعه واحنا والاهلي والهلال عندنا نقطه واحده. الهلال لعب مباراتين واحنا والاهلي لعبنا مباراه واحده. نثبت لانه المباراه الاولى كانت بيننا تاجلت. تمام. طيب طيب انت شايف المجموعه في ظل ان سان داونز من مباراتين اربع نقاط والهلال من مباراتين نقطه واحده والاهلي والمريخ لكل منهما نقطه واحده من مباراه لعبها كل من الاهلي والمريخ السوداني، كيف ترى الصراع في هذه المجموعه وما تقييمك لهذه المجموعه حتى الان؟ والله الصراع لا يمكن ان نحدده الان لانه احنا والاهلي باقينا خمس مباريات. سان داونز والهلال باقي لهم اربع مباريات. من الصعوبة انه تقدر تحدد يعني مسار المجموعة. طيب انا عاوز اتكلم عن اختيار نادي المريخ لمصر لإقامة مباراته عليها، وهذا يدل على عمق العلاقة اللي بتجمع الشعبين الشقيقين. عاوزك تكلمني في هذا الاطار بعمق هذه العلاقة والعلاقات المتينة بين مصر والسودان على طول يا فندم. احنا طبعا اخترنا مصر لان مصر هي بلدنا الثاني. احنا لنا الان 70 يوم في مصر معسكرين في فندق موزمبيق، يعتبر اطول معسكر يمكن مرة على القرى السودانية. اخترنا مصر لانه عندنا جالية كبيرة. واخترنا مصر لانه احنا تأهلنا لدور المجموعات من مصر امام زناكو على ملعب السلام. واخترنا مصر لاشياء كثيرة يعني. وانا بفتكر انه كان اختيار موفق جدا. احنا طبعا مش عاوز اقول اهلا وسهلا ان ده مكانكم ولا يرحب الا بالضيف، وانتم لستم ضيوف بل انتم اصحاب مكان زي ما بنقول دايما. لكن استاذ عادل يعني الم يكن من الافضل للمريخ ان يكون انصاره داخل دوله السودان باختيار ملعب الجوهره؟ الملعب الجوهره غير جاهز تماما. الجوهره الزرقاء الملعب الهلال تقصد. بس لا ممنوع من الجمهور يعني. امبارح لو شاهدت المباراه كانت من جمهور الهلال والاهلي. النهارده في جمهور، في انصار وجمهور كان موجود مع المريخ النهارده موجود في الاستاد. نعم. رغم انه قليل يعني لا يقوم بكميه شخص، لكن في النهايه جمهور عنده صوته مسموع يعني. أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عادل أبو جريشة نائب رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السوداني اللي طبعا بيلعب مع الأهلي والسودان، مع الأهلي والهلال وصن داونز الجنوب إفريقي. وزي ما قلنا موقف المجموعة صن داونز فوز على فريق الهلال وتعادل أيضا اليوم مع المريخ، والأهلي نقطة واحدة من مباراة واحدة بتعادله مع الهلال في السودان الشقيق، والمريخ لعب مباراة واحدة اليوم مع صن داونز وأيضا نقطة واحدة، وصراع كبير جدا من أجل حجز البطاقات التأهل سواء كان في رابطة الأبطال أو في الكونفدرالية الإفريقية. خلوني النهاردة طبعا زيزو ملعبش في المباراة، إصابته بكورونا. مليون سلامة، مليون سلامة. واحد من النجوم الكبار، واحد من النجوم المحترمين اللي مستواه نمسك الخشب ثابت على طول سواء كان في منتخب مصر أو في نادي الزمالك. يعني زيزو حاليا قوة ضاربة سواء كان مع المنتخب وأيضا مع نادي الزمالك، وبكل تأكيد غيابه وأيضا طارق حمد النهاردة أثر بشكل كبير جدا جدا على نتيجة مباراة نادي الزمالك. إن شاء الله بإذن الله هيطلع منها بالسلامة بعد ما أجرى ثلاث مساحات، لكن يقدر إن شاء الله خلال فترة قريبة بشيء من الالتزام اللي هو يعود مرة ثانية ويتعافى من هذا الوباء. الزمالك كان عايز يطلع من أنجولا مباشرة إلى المغرب على طيب مين يا جماعة معانا؟ طيب
فإذا مالك كان مقرر يسافر على طول إلى من أنجولا للمغرب على متن طائرة خاصة، لكن السلطات المغربية بسبب جائحة كورونا لها اشتراطات معينة، وفي دول حمراء مش ممكن تدخل مباشرة على طول إلى المغرب، منها دولة أنجولا. وبالتالي كان الزمالك عايز ياخد السفنة في الدخول عشان يوفر الوقت والجهد، لكن ما تحلتش المشكلة، والزمالك يعود إلى القاهرة ومن ثم بعد ذلك إلى إن شاء الله المغرب الشقيق لمقابلة الوداد. أستاذ الفاضل التوم عضو مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، أهلا بحضرتك وسهلا يا فندم. أستاذ الفاضل مرحبا بحضرتك. يا أهلا وسهلا، منور الدنيا وأهلا بحضرتك. مرحبا مرحبا، منورين بيك يا حبيبي، وأهلا بيك وبجمهورك. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. يعني أولا كل التحية وكل التقدير، وده اللي كان منتظر طبعا من أهلنا في السودان ومن نادي الهلال العريق اللي يعني القوة الضاربة في سماء الكرة في دولة السودان الشقيقة، في استقبال أشقائكم من النادي الأهلي، وبكل تأكيد مصر كلها هترحب بنادي الهلال لما هيلاعب المريخ ويلاعب الأهلي هنا في القاهرة، لأن أنتم موجودين في بلدكم. ودايما بحب أتكلم الأول على عمق العلاقة اللي بتجمع الشعبين الشقيقين يا فندم. اكيد اكيد، نحن ممكن نقول شعب واحد في يمكن شمال وجنوب الوادي. اكيد الرابط بيناتنا رابط دم ومويه وهواء ورابط، يعني اكيد ما نفصل من بعض. نحن يوم من الايام كنا دوله واحده ممتده من جنوب وشمال الوادي، قوة قديمه بين مصر والسودان. واكيد مباريات كرة القدم هي وسيلة في انها تجسر وتربط اكثر بين الشمال وبين الوادي. تمام. مباراة الهلال والاهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي هناك في استاد الجوهرة، كيف رأيت هذه المباراة؟ وهل هذه النتيجة تصب في صالح الهلال ام لا؟ هي مباراة طبعا واحدة من المباريات المنتظرة الكبيرة، عادة بتكون ديربي بين الهلال والاهلي. الاهلي معروف من اكبر انديه افريقيا. الهلال دائما مع الاهلي بيقدم افضل ما عنده، واكيد هو ديربي بين شمال وجنوب الوادي زي ما قلت. نحن كنا ننتظر انه المباراه طالما انها في ملعب الهلال كنا ننتظر الثلاثه نقاط والفوز كنا نتمناه، لانه النتيجه هي نتيجه التعادل ايضا ليس سيئة، ما النتيجه اللي كنا نتمناها وكنا نطمح لها، لكن هي ليست بسيئة. خلت الكوره في الملعب والمنافسه مستمره وكل حظوظ مستاويه في الترقي للدور الثمانيه ان شاء الله. ان شاء الله. مباراتكم القادمه امام المريخ يوم الجمعه القادم ان شاء الله 25 هنا في القاهره. بعثه نادي الهلال هتوصل القاهره امتى ان شاء الله؟ واهم استعداداتكم لهذه المباراه. ده ديربي اخر، ديربي برماندا، برماني خالص بين جنوب وشمال العرضه. الديربي الاول كان بين جنوب وشمال الوادي، الان ده ديربي بين جنوب وشمال العرضه، والعرضه هي حي من احياء درمان، يعني عاصمه السودان القديمه. يعني الديربي الاول مره يكون موجود خارج في منافسه رسميه، يعني خارج السودان. مين كان كثير من المباريات بنهاية المريخ كانت خارج السودان، وعادة المباريات هي المريخ خارج السودان الحظوظ فيها اوفر، يعني احنا نتفائل بالمباريات في الهلال، مباريات مع المريخ خارج السودان دائما بنحقق فيها نتائج افضل، نتفائل اكثر حتى بالمباريات اللي بيكون تحكيمها خارج من السودان. يعني يعني احنا مستعدين استعداد كامل الحمد لله للمباراه ان شاء الله. بعثة الهلال يوم الاثنين تغادر الخرطوم للقاهره، ونتمنى انه برضه نقدم يعني مباراه تليق بالبطوله وبالمنافسه الموجوده الكبيره الافريقيه، ونمتع الجمهور السوداني اولا والجمهور الافريقي والعربي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، واحنا كلنا في انتظار حضراتكم. اهلا وسهلا بكم في بلدكم.
مصر الغالية علينا كلنا. إن شاء الله الهلال والمريخ هنا في مصر أرض الكنانة التي هي امتداد لوادي النيل في السودان. ترحبوا الأستاذ الفاضل التوم عضو مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، أشكرك يا فندم شكرا جزيلا. طيب بما أن احنا اتكلمنا عن مباراة الأهلي والهلال والتي انتهت هناك بالتعادل السلبي، وهي المباراة الأولى للنادي الأهلي في هذه المجموعة بعد حصول النادي الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية والتي أقيمت في طبعا الجماهير المصرية دائما تسعى إلى الفوز، ودايما مع الأهلي ومع الزمالك بننتظر الفوز، مع بيراميدز ومع المصري في الكونفدرالية بننتظر الفوز، وإن شاء الله ده يتحقق خلال المباريات القادمة. في المقدمة أو في الانترو اتكلمت شوية عن النادي الإسماعيلي، وقلت أنا شخصيا واحد من درويش النادي الإسماعيلي، واحد من عشاق كرة الإسماعيلي على مر العصور. دايما كنت لما احب اتفرج على الكره الجميله، احنا دلوقتي بنتابع الدوريات الاوروبيه ومتعه، لكن زمان قبل ما يبقى في هذا الانتشار كان اللي عاوز يتفرج على كره حلوه قوي في مصر يجيب كره النادي الاسماعيلي، يجيب كره النادي الاسماعيلي. كنت بقى اتفرج على الكره البرازيليه الحقيقيه. عشان كده عشق الناس للاسماعيلي ليس فقط داخل مدينه الاسماعيليه، لكن بره في كافه المحافظات. مفيش محافظه من المحافظات الا وتلاقي للدراويش عشاء، وتلاقي لهم دراويش هيمنين في حب النادي الاسماعيلي. حزين؟ ايوه حزين. حزين بدل ما الاقي النادي الاسماعيلي بينافس على البطولات، الاقي النادي الاسماعيلي للاسف الشديد بيصارع من اجل البقاء. ليست هذه ابدا هي مكانه النادي الاسماعيلي التي نتمناها او يتمناها عشاق الاسماعيلي في كل مكان. ليست هذه ابدا. احنا بنتمنى الاسماعيلي دايما الانتصار، الفوز، الكرة الجميلة التي إن شاء الله وإن غابت ستعود قريبا مرة تانية. شفنا مجلس الإدارة بيبذل كل ما لديه من جهد، تدعيمات، حصل تدعيمات، استعانوا بخوان براون الأرجنتيني، وبعد كده تم الاستغناء عنه بالتراضي خلال اليومين الماضيين، ومنتظرين مين اللي يمسك النادي الإسماعيلي. المستشار خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي، الشخصية المحترمة المحبوبة كثيرا جدا في النادي الإسماعيلي وفي مدينة الإسماعيلية، برحب بحضرتك مع المشار وأهلا وسهلا. أهلا بك يا أبي، أهلا بك. هسأل سؤال صريح، حتى سيعود النادي الإسماعيلي؟ لا، هيعود إن شاء الله النادي الإسماعيلي. الإسماعيلي على الطريق الصحيح، ونحن متأكدين إن الفترة الجاية هيبقى في النادي هيبقى مختلف. احنا كان عندنا شوية تنظيم للبيت، الحمد لله رتبنا ابتدينا في ترتيب البيت، كان عندنا شوية أماكن يعني فيها نقص في اللعيبة، جبنا الصفقات اللي تسد هذا النقص. كل مكان دلوقتي في النادي فيه اثنين أو ثلاثة قريبين من المستوى جدا. ينقصنا التجانس، ينقصنا الترتيب، التنظيم إن شاء الله هيجي الفترة الجاية. احنا متأكدين يعني احنا متأكدين من فرقتنا، إنها فرقة كويسة قوي، وجماهيرية النادي الإسماعيلي طبعا بتساعد في ان احنا ان شاء الله الفترة الجاية كويسة. انا يعني افتكر حضرتك اللقاء ده، النادي الإسماعيلي هيرجع ومش كمان هيبقى في ما يعني في موقع ضعيف، لا هيبقى في موقع متقدم ان شاء الله. والله هكون اكثر الناس سعادة ان شاء الله، لان انا زي ما بقول لحضرتك انا عاشق للنادي الإسماعيلي بكل تأكيد بكل تأكيد. طيب يعني كويس جدا اختيار برضو نجم كبير زي حسن عبد الرب، واحد من اللي قدم نادي الاسماعيلي ومصر كتير جدا، وهيكون قريب من اللاعبين. يعني كيف تم اختيار كابتن حسن عبد الرب؟ هو كابتن حسن عبد الرب طبعا نجم كبير وكابتن، ويعني من الناس اللي طبعا يعني هنبقى مبسوطين قوي ان هم يكونوا موجودين في النادي الاسماعيلي. هو مفيش قرار رسمي لسه بوجود الكابتن حسني في النادي. يعني كانت قاعدة ودية بينه وبين المهندس يحيى، وكان في تليفون معايا يعني النهاردة. لكن احنا طبعا يعني هنستعين بالكابتن حسني، احنا عرضنا قبل كده على الكابتن حسني يكون موجود معانا في النادي. وطبعا محتاجينه جدا في وسط، احنا الحقيقة محتاجين كل رموز النادي وكل ثبات النادي الفترة دي. ويمكن نفتكر السنة اللي فاتت لما كان الإسماعيلي في موقف وحش برضه في الدور الأول، وكل الجماهير التفت حوالينا وكل رموز النادي، الحمد لله عملنا الدور الثاني كان كويس قوي. فالحقيقه احنا محتاجين كل الناس. طبعا كابتن حسني واحد من اهم لعيبه الاسماعيلي في الفتره الاخيره، و
نجم كبير جدا واحنا محتاجين ان شاء الله. وطبعا هتكون في لسه يعني قاعد المجلس الاداره هيكون في اجتماع مجلس اداره وهنقعد مع الكابتن حسني ونشوف ايه المكان المناسب اللي هيفيد فيه النادي الاسماعيلي. طيب هل تم الاستقرار يا فندم على المدير الفني اللي هيتولى تدريب النادي الاسماعيلي ولا لسه؟ لسه يعني احنا يعني على وشك ان شاء الله يمكن بكره الموضوع ده هيكون انتهى. احنا في يعني مجلس اداره منعقد الحين التوقيع مع جهاز فني جديد وان شاء الله احنا قريب جدا باذن الله ان احنا ننتهي من التعاقد مع مدير فني واعتقد هيكون بكره ان شاء الله. انا طبعا بحترم جدا القرار يكون في حينه، لكن طبعا الانباء ان حصل جلسات مع الكابتن حسام حسن ومع الكابتن احمد سامي لكن اعتذروا لارتباطهم طبعا مع الاتحاد ومع سموحه، وان الاقرب حاليا هو الكابتن حمد ابراهيم، واحد ايضا من اللي كانوا موجودين في جهاز الكابتن ايهاب جلال، واحد من المدربين الواعدين ان شاء الله. هل الكلام ده صحيح يا فندم ولا لا؟ احنا يعني حصل تفاوض مع يعني هكذا مدير فني ومش في مصر بس وخارج مصر، لكن حتى هذه اللحظه ما فيش ما وصلناش لقرار. ان شاء الله بكره باذن الله يعني انا يعني متوقع ان بكره او يعني بعد بكره صباحا ان شاء الله يكون في جهاز فني جديد باذن الله، يعني مش هيكون اكتر من يوم الاثنين صباحا يكون في جهاز فني. ان شاء الله. علي الشامي يا فندم انتظم في التدريبات ولا لسه؟ لا يعني اخر كان هو يعني هو كان عايق من اصابه طويله، كان عنده مزق خلفيه ورجع من الإصابة بس يمكن تحت التأهيل، وهو في محضرش تدريبتين يعني للنادي، وتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم ضده يعني تنفيذ اللائحة، وإن شاء الله يعني هننتظر لأن الشامي أنا عارف إن هو يعني من اللعيبة المجتهدة اللي محافظة على التدريب، وإن شاء الله يكون حاجة بسيطة إن شاء الله يعني. قبل ما انهي مكالمتي مع المستشار خالد زينب رئيس النادي الاسماعيلي بقول بعلو صوتي لكل نجوم النادي الاسماعيلي على مر العصور ولكل دراويش النادي الاسماعيلي في كل مكان، لابد من التكاتف، لابد من ان تكون اليد واحده والروح واحده من اجل عوده دراويش الكره المصريه الى سابق عهدها والى امجادها السابقه. بشكرك شكرا جزيلا مع المستشار خالد زينب رئيس النادي الاسماعيلي. شكرا يا فندم. طيب يعني أنا دايما بقول لحضراتكم اللي أنا بحب أن الاحترام يكون الخبر على لسان مسؤول في النادي، لكن الأخبار كلها بتؤكد على أن الكابتن حمد إبراهيم واحد من الموجودين دايما في جهاز الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز هو اللي هيتولى القيادة الفنية. طبعا دي صبر اعتذر من بره، كابتن حسام وكابتن أحمد سامي اعتذروا من داخل مصر، كان بيقول لك في حاله عدم وجود حمد ابراهيم ممكن يكون كابتن عماد النحاس او كابتن محمد وهبه، وطبعا هو مرتبط مع منتخب مصر للناشئين، لكن انا هقول لحضرتك الخبر بالظبط وتفاصيل اسناد تدريب الاسماعيلي الى الكابتن حمد ابراهيم. كابتن ايهاب جلال قال للكابتن حمد روح وشوف، ولو ما نجحتش مكانك موجود معايا، انت اكتر واحد هكون مبسوط لحضرتك. يعني انتوا عارفين مدى العلاقه اللي بتجمع ما بين ايهاب جلال وبين كابتن حمد ابراهيم ومعه مصطفى كمال طبعا كجهاز تدريبي موحد على طول في كل مكان بيكونوا مع بعض. دايما لما بيبقى في مدير فني بيثق في مساعديه بيبقى عشان تشيل الارتباط ما بينهم بيبقى صعب قوي، لكن هي سنه الحياه، لازم المدرب العام او المساعد في يوم من الايام هيرتقي ويطلع يكون مدير فني لفريق من الفرق. طبعا نادي بحجم الاسماعيلي لما يتعرض على الكابتن حمد ابراهيم ده معناه نجاح للكابتن ايهاب جلال، نجاح كبير جدا ان واحد من جهازه او ايده اليمين في جهازه اصبح الان مسار اعجاب واحد من الانديه الكبرى في مصر والنادي الاسماعيلي، وايهاب جلال واحد من ابناء النادي ايضا، وبالتالي عمره ما كان حيمانع، عشان كده قال له روح وجرب وما تقلقش لو لا قدر الله في اي ظرف من الظروف مكانك معايا محجوز ترجع في اي وقت، لكن انا شخصيا اتمنى ان يكون الطريق مفتوح لحمد ابراهيم لينطلق لنكسب مدرب جديد واسم جديد في عالم التدريب. يعني بدل ما نبقوا ماشيين في اطار محدد، لا انا عاوز واحد واثنين وثلاثه وعشره يطلعوا ويرتقوا ويكسروا الدنيا زي ما خد الفرصه خالد جلال وكسر الدنيا، وزي ما علي ماهر كسر الدنيا، واسماء كتيره مش عاوز اسيب حد، احمد سامي بعد ما جه طنطا وراح سموحه وكسر الدنيا واحد من الاسماء اللامعه، فمجد عبد العاطي مع فاركو بيحدث ولا حرج، ايمن المزيل لما كان موجود مع طنطا، ده اللي احنا عايزينه، عاوزين نكسب اسماء جديده بدل ما نكون ماشيين في خط واحد. طبعا كابتن حمد عنده شرط واحد، وده برضو نفس
الشرط اللي دايما هي مدرسه هي مدرسه هي مدرسه كابتن ايهاب جلال. ايهاب جلال لما يحب يشتغل بيشتغل بجهازه عشان يبقى في نوع من التفاهم من التجانس، قافلين على بعض عارفين بعض. عشان كده كابتن حمد قال انا مفيش مشكله خالص، شرف كبير، لكن عايز جهازي انا اللي اختاره، وله الحق تماما. طالما عاوزين تدوا له الفرصه ادوا له الفرصه كامله، ادوا له الفرصه كامله، خلوه يشتغل مع اللي يحبه مع اللي مرتاح معاه. هل معتصم سالم زي ما بيقولوا ممكن يكون موجود معاه؟ بنسبه كبيره معتصم ممكن يكون موجود معاه. واحد ايضا من الشباب المحترم اللي برضه اشتغل مع النادي الاسماعيلي واشتغل ناشئين واشتغل في القسم الثاني في فتره من فترات الموسم الماضي. فان شاء الله كابتن حمد ابراهيم في حاله تواجده مع النادي الاسماعيلي اسم محترم للغايه، وقادر مع جهاز يشكله كابتن حمد ان يعيد النادي الاسماعيلي الى مكانته السابقه، وده طبعا اللي كلنا بنتمناه ان شاء الله. زي ما قلت لكم في كابتن محمد وهبي وكابتن حمزه الجمل وكابتن عماد النحاس في حاله عدم الوصول الى توافق ما بين كابتن حمد واداره النادي الاسماعيلي. الاهلي قبل ما اروح للاهلي قال لك ان النصر السعودي بيرصد مليون دولار لضم محمد ابو جبل. ابو جبل النهارده سد زي ما كان عصام الحضري مدربه في المنتخب، سد هو ايضا سد جبل صعب تسلقه، صعب، اصبح يعني رقم واصبح معادله كبيره جدا في اي فريق سواء كان مع نادي الزمالك او مع المنتخب القومي اللي فيه اربع حراس على اعلى مستوى، الشناوي وجبل وطبعا جاد وصبحي، الاربعه بسم الله ما شاء الله اكثر من راعين، ويا رب يبعد عنهم الاصابه يا رب ويرجع الشناوي مره تانية اسد افريقيا زي ما كلنا باللقب. فده رايي البسيط. مليون ودولار مليون ونص، يعني في انت بتتكلم في كام؟ في 23 24. طيب ده بيراميدز هنا بيدفع 25 و26 مليون جنيه وحافظ على اسم كبير زي ابو جبل في نادي كبير زي نادي الزمالك. جنش شفناه، وبرده كان الله في عون إدارة نادي الزمالك، لأن الفترات الماضية كانت فيها أخطاء كبيرة جدا. يعني لما طلع جاد إعارة بنية البيع، وطلع جنش بنية البيع، صبحي عفوا جاد في إمبي أنا آسف، صبحي بنية البيع. ليه؟ أنت حضرتك لجنة بتدير، ليس من حقك لما تيجي تودي واحد اللي أنت تنهي الموضوع. سيدي وديه إعارة ويرجع مرة تانية للنادي تألق زي ما الأهلي عمل مع عبد المنعم في البنك الأهلي. عبد المنعم بسم الله ما شاء الله ولد قادم هيبقى عنصر أساسي في 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 فيوتشر، تمام، هيرجع مرة تانية يكسر الدنيا. وشفنا فيوتشر على رحبه الساعة رحبت وقال لك يرجع مكانه طالما النادي الأهلي برضه في حاجات قومية ومطلوب. بعد ما تألق في فيوتشر رجع النادي الأهلي. حضرتك أيضا تسيب صبحي يتألق في فرق ويرجع للنادي، سيب جنش يرجع للنادي في حاله احتياج النادي، لكن حضرتك صدرت للمجلس القادم امور مغلوطه. وعشان كده دايما اقول اللجان دائما ينبغي ان تكون هناك رقابه عليها، رقابه في كل شيء، في ابرام العقود وفي غيره. حضرتك تبرم تعاقد في الفتره اللي حضرتك موجود فيها فقط فقط دون ما التطرق الى ما بعد ذلك، لان ده حق المجلس اللي جاي بعد كده، المجلس المنتخب. لكن مرة ثانية بقول لحضراتكم أنا على ثقة كبيرة جدا إن الزمالك قادر على التجديد لنجومه الكبار، وإن أمير مرتضى منصور قريب جدا من لاعبي نادي الزمالك، والعلاقة الحميمية هتخليه يقدر يجدد لهؤلاء النجوم. وزي ما سمعنا إن ممكن فرجاني ساسي يرجع مرة ثانية لعمق علاقته مع أمير خلال الفترة القادمة. النادي الأهلي بعد ما حقق التعادل مع الهلال السوداني هيبقى راحة لمدة 48 ساعة وهيعاود التدريب، لأنه عنده مباراة طبعا مع مصر المقاصة هتقام مساء يوم الثلاثاء في الدوري الممتاز. النادي الأهلي لاعبي النادي الأهلي ما خدوش راحة، يعني اللاعبي الدوريين ما خدوش راحة من المنتخب للإمارات للبطولة الإفريقية لعودة للدوري، وبعد كده للمباراتين المهمتين جدا في إطار الصعود إلى كأس العالم قطر 2022. طبعا بقى اللاعبين المحليين خدوا قص كبير جدا من الراحة، لكن موسيماني شاف ان برضو يدي الفريق كله راحة 48 ساعة بعد رحلة الامارات اللي ما خدوش فيها راحة خالص، سافروا على طول السودان، يرجعوا ان شاء الله مرة تانية، وان شاء الله بإذن الله الاهلي يحسم موقفه في مجموعته في دورة بطولة الابطال ويصعد كأول كعادة الاهلي دائما، ويأتي
وراءه من يأتي سواء كان صن داونز أو الهلال أو المريخ السوداني. طبعا عمار حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي، الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي هيسافر للنمسا النهاردة عشان يلحق بعمار اللي هيجري طبعا الرباط الصليبي، نفس الدكتور اللي أجرى الجراحة الأكرم توفيق، وغدا الأحد إن شاء الله هتجرى الجراحة إن شاء الله، يقوم بمليون سلامة ويرجع أكرم ويرجع عمار ويرجع طبعا الشناوي وكل المصابين سواء كان في النادي الأهلي أو في أي فريق مصري، لأن ده قوام منتخب مصر اللي كلنا بنحافظ عليه. إن شاء الله يرجعوا بالسلامة ومليون سلامة يا عمار، وترجع تكسر الدنيا مرة تانية. طبعا إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي بعت رسالة شكر للنادي الأهلي وتهنئة للنادي الأهلي بحصوله على المركز الثالث في دوري أو في كأس العالم للأندية المؤخرة، بعد ما فاز الأهلي على الهلال السعودي بنتيجة كبيرة جدا بأربعة أهداف في مباراة كانت رائعة لكل نجوم النادي الأهلي. كابتن خطيب أيضا شكر إنفانتينو على هذه اللافتة وهذه اللافتة الطيبة، ودعاه إلى زيارة النادي الأهلي طبعا قلعة كبيرة من قلاع صناعة الرياضة في الشرق الأوسط وليس في مصر أو في الوطن العربي أو في القارة الإفريقية، وأكيد إنفانتينو هيستجيب وهيلبي دعوة النادي الأهلي بالزيارة. طبعا عبد المنعم وطاهر في اختبار طبي في المران اللي هيبقى إن شاء الله يوم الاثنين. طبعا عبد المنعم كان يعني ارتجاج خفيف في المباراة الماضية، لعيب غيور جدا قوي حماسي، مكسب 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 للكرة المصرية، مكسب بصراحة بكل تأكيد. خط الدفاع يعني اما تشوف المنتخب انسجام حجازي اللي بنتمنى له السلامة وهنقول عليه خبر دلوقتي مع الونش مع عبد المنعم مع الجميع، لا 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 في حاجة مع فتوح، في حالة جميلة في خط الدفاع اللي بقى موجود في الأندية وصب بدوره على المنتخبات، ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. طيب نادي المصري البورسعيدي طبعا بيشارك مع نادي بيراميدز في الكونفدرالية الإفريقية، والمصري عنده مباراة مهمة جدا مع مازيمبي طبعا، ومازيمبي واحد من يعني من الكبار في القارة الإفريقية، لكن أيضا المصري حقق التعادل خارج الديار في مباراته الأولى. نأمل إن شاء الله بمساندة جماهير المصري العاشقة لكرة القدم أن ينتزع على المصري إن شاء الله الأهات وينتزع الفوز في مباراة الغد أمام مازيمبي إن شاء الله. أستاذ حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، مساء الخير ومنور الدنيا، أهلا وسهلا. مساء الخير دكتور إيهاب، مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة مشاهدينك. يا أهلا وسهلا يا فندم، وإن شاء الله بكرة نبارك لحضراتكم ونبارك لبورسعيد كلها والمصر كلها، لأن المصري يمثل مصر وليس فقط بورسعيد في مباراة الغد أمام مازيمبي إن شاء الله. طبعا ما حضرتك بتقول كده، إحنا الحمد لله يعني قدرنا نحقق تعادل في أول مباراة، ويمكن كنا لينا الأفضلية، لكن الحمد لله رجعنا بنتيجة تعتبر إيجابية. بس طبعا تلاحق المباريات كان كبير جدا، احنا رجعنا ولعبنا على طول ماتش سيراميكا، ومباراه بكره وبعديها على طول يعني بعديها بيومين او ثلاث ايام على طول ماتش ايسترن كومباني، وفي نفس الليله نسافر على كينشاسا ان شاء الله لمقابله تيتو. لكن احنا اللي احنا بنقدر نقوله بنوعد بيه جماهيرنا العظيمه اللي منتظرين دعمها الكبير بكره، وهتكون ان شاء الله الحافز الكبير الدعم الاساسي كالعاده ان احنا نقدم مباراه تليق باسم مصر ونحقق الفوز ونكون ان شاء الله تكون المباراه دي هو حجر الزاويه ان شاء الله اللي هنقدر نتاهل بيه، لان دي اهم مباراه في المجموعه. اكيد انا معاك في دي، انا معاك في دي. هو واحد من الفرق اللي تمتلك خبره كبيره وسمعه كبيره في افريقيا وعندها امكانيات ماديه كبيره جدا، لكن لما تفوز ان شاء الله في ارضك على مازيمبي ان شاء الله ونحقق صداره المجموعه هيكون دفعه كبيره لينا اللي احنا ان شاء الله نواصل وان شاء الله نكمل، عايزين نحقق فرحه لجماهير النادي المصري وجماهير بورسعيد كلها ان شاء الله. الفريق مكتمل بكره يا فندم ولا في غيابات؟ يعني عندنا اصابتين، لكن ان شاء الله يعني يكون حسن علي غالبا هيكون جاهز بكره، الاستاذ احمد الشيخ لسه، لكن معظم الفريق مكتمل الحمد لله. احنا معسكر طبعا مغلق من ساعه لما رجعنا من الكاميرون، وان شاء الله باذن الله يكون كل اللعيبه فت بكره وتكون في اعلى مستوى بدني وفني ليها، واللي انا بطالب بيه اللعيبه كالعاده اللي احنا نركز ننفذ خطه المدرب، وان شاء الله لكل مجتهد النصيب، هنأدي بروح هنأدي ان شاء الله بكل قوه، وربنا ان شاء الله يرزقنا النتيجه الايجابيه ان شاء الله. عدد الجماهير اللي هتحضر بكره المباراه يا فندم بيقدر بكام؟
احنا 5000 متفرج بكره ان شاء الله كويس جدا. عن طريق شركه تذكرتي زي مباراه الدوري، وان شاء الله باذن ربنا زي ما قلت لك كده جماهيرنا كالعاده هتكون داعم الاساسي والحافز الكبير للاعبتنا ان شاء الله وجهازنا الفني. في لائحه خاصه بالبطوله ولا مباراه الغد لها حاجه ثانيه؟ لا طبعا، لا في لائحه خاصه بالتاهل وفي لائحه خاصه بكل مباراه في افريقيا. لكن ان شاء الله لعبتنا مش من النوع اللي بتبص قوي للحاجات دي، لكن هي عندها حماس كبير، وانا لاحظت الكلام ده في الكاميرون، عندهم حماسه داخليه لكل لاعب اللي هم ان شاء الله يحققوا نتيجه، اللعب باسم مصر مش باسم بس النادي المصري. وده اللي احنا كنا بنطالب بيه لجنه المسابقات دايما، اللي هي تراعي ظروف الانديه اللي بتلعب في افريقيا. ضغط كبير جدا علينا ومحتاجين الدعم والمسانده من رابطة الأندية ومن لجنة المسابقات ومن اتحاد الكرة إن هي تكون دايما داعم ومساند لأندية الأندية اللي بتشارك في أفريقيا، أكيد عشان تقدر تحقق بطولة إن شاء الله تضاف أولا لاسم مصر قبل النادي. أكيد بالتوفيق إن شاء الله أستاذ حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، وإن شاء الله بكرة نبارك لمصر كلها وليس فقط لبورسعيد فوز النادي المصري على فريق مازيمبي، وفوز أيضا بيراميدز اللي في مهمة قومية أمام زناكو الزامبي، إن شاء الله فريقين كبار قادرين ان شاء الله على رسم البسمه للجميع. قبل بس ما اروح للمؤتمر الخاص بما قبل مباراه المصري في الغد ان شاء الله امام مازيمبي، سيراميكا كليوباترا ينفي الاستغناء عن عامر واحد من حراس المرمى الكبار، وكل حارس معرض في فتره من الفترات ان مستواه ممكن يطلع وينزل، لكن عامر من اللاعبين المميزين اللي عنده خبره اللي قادر ان شاء الله مع بقيه الحراس في سيراميكا كليوباترا ان هو يزود عن مرمى الفريق بكل قوه خلال الفترات القادمه. سيراميكا كليوباترا عنده مباراه مهمه امام نادي النادي غزل المحله يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله في الثالثه عصرا، ونتمنى التوفيق للجميع. طبعا عندنا قرعه كاس مصر النهارده دور ال 32 هتكلم عنها بالتفصيل، لكن بعد ما ينضم لي ضيفي كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر والمدير الفني الحالي لنادي بلديه المحله، نروح الاول نشوف مؤتمر ما قبل مباراه المصري ومازيمبي غدا على استاد برج العرب، وينضم إلي بعد ذلك النجم الكبير كابتن محمد صلاح، انتظرونا. بطبيعة الحال المباراة طبعا هي مباراة مهمة، ولكن مش مباراة مصيرية، لأنه في أربع مباريات قدام الفريقين الاثنين مهما كانت النتيجة. بالنسبة لنا أكيد نتيجة الفوز تعطينا دافع معنوي كبير نكملوا به الباركور هذا في دور المجموعات اللي هو في وضعية لفرق كل نقطة مهمة جدا. دائما احنا بالنسبة لنا أهم حاجة أنه ناخذ 3 نقاط في أرضنا. أي فريق يحب يروح بعد دور المجموعات ما لازمش يفرط في حتى نقطة. طبعا نحب يكون الأداء جيد، ولكن في المباريات هذه النقاط جمع النقاط هو اللي أهم. باش نلاقوا فريق متمرس عنده خبرات كبيرة، فريق كان ربح أول ماتش ليه على أرضه مع فريق جديد نوعا ما في المسابقة، عنده خبرات كافية. النادي المصري عنده حماس كبير باش نعدوا دور المجموعات هذا، ان شاء الله اللاعبين والجهاز الفني الكل يكونوا على اتم الاستعداد للمباراه هذه. كما قلت ما نحبش نكبر المباراه مع اللاعبين نتاعي، ما نحبش يكبر عليهم الضغط، هي مباراه كره قدم احنا ان شاء الله نكونوا جاهزين لها ان شاء الله. شايفين المباراه، يعني الكابتن دايما بيتكلم معنا ان احنا كل مباراة بناخدها على حدة وبناخدها بمكسب، احنا واخدين البطولة دي تحدي، بتواجهنا ظروف صعبة في الفترات الأخيرة لأن ضغط المباراة قوي علينا، لكن الحمد لله معنا لعيبة خبرات ولعيبة كبيرة والنادي المصري طول عمره كبير، فإن شاء الله نقدر نوصل بالمباراة زي ما احنا عايزين، ودي زي ما الكابتن قال كده ده دوري المجموعات، فإن شاء الله 1-0 زي 2-0 فإن شاء الله نقدر نعدي بالماتش يعني. We'll be right back.
طيب حضراتكم قدمتوه، لكن انتوا كده بتحرجوني، لازم الشاي يكون موجود قدامه. كابتن صلاح ما بيشتغلش غير بالشاي. منور الدنيا يا كابتن صلاح. خليك يا دكتور، وحشني كتير. الحمد لله على السلامه. اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله يا رب، كله تمام الحمد لله. النهارده جبناك من المحله بقى، معلش. تحت امرك، يعني دايما بتنورنا وببقى سعيد جدا بوجودي معاك. نجم كبير طبعا من نجوم الكره المصريه اللي حفر اسمه بمجهوده سواء كان في منتخب مصر او في نادي الزمالك، عشان كده مهما تقدمت سنين يظل كابتن محمد صلاح احد رموز نادي الزمالك والكره المصريه والمدير الفني الحالي لنادي بلديه المحله، احد الفرق ايضا الكبيره اللي كانت موجوده في الدوري الممتاز. شكرا لك. شكرا. النهارده ابدا منين؟ من مباراه الزمالك ولا ابدا منين؟ بحضرتك تحب. لا انا راجل ديمقراطي، اللي انت عايزه. ضيفي اللي عايزه وانا تحت امره فيه اي حاجه. طيب النهارده طبعا تعادل الزمالك امام سجرادا الانجولي، كلنا كنا بنمني النفس بعد التعادل امام بيترو اتلتيكو هنا والهزيمه في الدوري من سموحه ان الزمالك يستفيق مره ثانيه ويرجع الزمالك اللي كلنا عارفينه في مباراه امام فريق سهل نسبيا واسهل فريق في المجموعه، لكن للاسف الشديد المباراه خرجت بالتعادل السلبي. اتفرجت على المباراه ازاي يا كابتن؟ شوف يا دكتور، هو بس عايز اقول حاجه يمكن انا حاسسها، ان في ثقه او خيط بين اللعيبه وبين المدرب مفقود. انت يعني تحس بيها كمدير فني، يعني التشكيل، التغيير، الناس اللي اتكلم عليها قال لك مثلا ما ينفعوش يمثلوا النادي او ده لازم يمشي. فرط في اللعيبه كان المفروض تبقى موجوده عنده حاليا دلوقتي، مثلا مروان وسامة فيصل والناس اللي اتباعت في الاول او راحت اعارات. وكان المجلس القديم كان عارف ان في مشاكل مع الاتحاد الدولي ومفيش كده، اللجنه وليس المجلس، اللجنه. كل حاجات ترتبت ان بقيت متكتف مش قادر تعمل حاجه، حتى الناس اللي هي معاره واول مره اعرف امبارح مثلا ان احمد عيد مش الاعاره خلاص خلصت مع الاسماعيلي بس مش هيرجع يتأيد في النادي تاني. كل الحاجات دي عملت هزه. في مشكله عنده. عملت هزه. انت كنت في غنى عنها، انت كان عندك لعيبتك، فرطت في زيزو وانت عارف ان طارق حامد مفيش غيره، ممكن يجي له اصابه او طرد او ايقاف. في مين؟ زيزو؟ محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز زيزو. رؤى قلت مش عايزه بعد لعبته تاني، الحاجات دي عملت هزه. زائد ان الفرقه دلوقتي يعني كنا من سنه تقدر حضرتك تقول لي او اي حد في الشارع مين فرقه الزمالك يقول لك ال 11 او 10 ما في اختلاف في واحد. الثبات في التشكيل مش موجود حاليا دلوقتي. يعني الله اعلم، احنا بنشوف ساعات يبقى مثلا لعيب يبقى كويس هو اللي يطلع. فحتى الكاتشانه مش واخده حقها، لان الراجل اعتقد بيفكر لا اما اللي احنا بنقراه يرحل على 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 الرغم من ان مجلس اداره اداله كافه الصلاحيات وقال له اتفضل واشتغل وعمل استقرار وبيقول له حتى النهارده لو اي لعيب مقصر قول لي. فالحاجات دي عشان الناس ما في ناس حضرتك بتخش دلوقتي تقول ايه المجلس الجديد جاي عشان يمشي الراجل والراجل متحفز للمجلس، حاجات بتهز الفرقه. مع ان المجلس جاي يعمل استقرار. نعم. لو انا بقول انا كمدرب او كمدير فني انا ولاعيبتي بنفكر في جماهير الزمالك يا دكتور، اعتقد هيبقى حالنا احسن من كده ونقدر ندي اكتر من كده. في ناس بتلوم اللعيبه مثلا ما فيش روح. هي الروح دي بتيجي منين؟ من الجهاز. او ما يسبق المباراه من اهميه، او ان انت بتبقى تحفيز اللاعب تحترم الفرقه اللي انت هتلاعبها. لانك انت لازم تروح تلاعب فرقه بتبقى عارف انت عايز هتلاعب مين عشان تقدر تحط تيم. النهارده مثلا اخر حاجه زيزو ربنا يشفيه، عندنا بن شرقي التغييرات اللي حصلت عندنا مثلا من فتره بنقول ان كان احسن باك رايد موجود في المنتخب بعد عمر كمال هو عاشور، ولعب على احسن لعيب في يمكن في افريقيا او في العالم، بتلاقيه النهارده بيضحي مثلا في الدوري بباك رايت زي حمزه المسلوسي مش واثق فيه بيلاعب عبد الله جمعه اشول. فالناس بتبقى يعني حاسه ان مفيش اهتمام حتى بالتشكيل. طيب من واقع تشكيل النهارده احنا بدينا بابو جبل، طرفين حمزه بسلوس واحمد فتوح، واثنين محور ارتكاز محمود علاء والونش، دولت اللي كانوا محور الارتكاز. قدامهم في النص امام عاشور، محمد عبد الغني، يوسف اوباما، وشيكابالا، ورزاق سيسي، وسيف الدين الجزيري. شايف التشكيل ده كان هو الافضل للبدايه ولا ممكن مين التغييرات اللي كانت تبقى موجوده فيه؟ مش التغييرات، انا لازم العب الاول صح.
يعني ايه الخطا في 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 حضرتك الواضح بتلعب باما 3 ورا او 5-3-2 او 3-4-3 التشكيلات هي الطريقه دي المشتقات بتاعتها ماشي انا موافق بس هل اتعلموا او اتدربوا على الفرقه على التيم ده لان انت ما عندكش وقت ان انت تجيب عبد الغني تلعبه قدام سرد باكين او بطبعه النهارده هعمل راح نازل لوحده وبقى مساك ثالث الباكين بيروحوا وما بيروحوش شيكابالا في عزمه كويس هو اللي بيطلع رزاق سيسي عايز يلعب كتير فانت ما تلعبوش شوط وتطلع شوط انا مش بقول له انا مش بدخل في التغيير يا دكتور بتكلم احنا بنشوف الحاجات اللي حصلت النهارده لدرجه ان احنا سمعنا يمكن حوالي اكتر من ساعه ابو جبل بيصرخ من الراجل عمال يطلع ابو جبل شال بلاوه في نهايه الماتش ومش عارف مين اللي موجود خلي بالك يعني انا مع احترامي على الفرقه دي الفرقه دي مش ما تجيش 30% من نادي الزمالك ولا من فرقه في مصر في الدوري ده الزمالك لو لعب لعبه كان الزمالك افترسها النهارده بدليل ان هو لما اتحس لعب نادي الزمالك في الشوط الثاني وصل في العارضه وفي العارضه عمر سعيد ضيعنا وبتاع لكن هو الثقه اللي فاقدينها اللعيبه ويخص نصها من الجهاز ان انا ازاي احسسك ان انت احسن من الفرقه دي وهتكسب ان شاء الله ان شاء الله بنص مجهودك ده مش موجود الطريقه لما اتغيرت اعتقد ان في حصل فيه هزه في ناحيه دفاعيه بعدين احنا بنقول ان ابو جبل هو نجم المباراه فلو كان بدا الاول من صح يعني مره يلاعب ولد صغير في نص الملعب في البدايه وبعدين يشيل الشوط الثاني من الناحيه النفسيه في الكوره ان الولد ما هو ما بطلش ان شاء الله يكمل بس يتهز فيه يتهز فيه بدليل ما لعبش الماتش اللي بعديه انا اديله لما الاقي الفريق مرتاح وكويس ابتدي اديله 10 وينزل في جزء ايوه في جزء من المباراه ابتدي ادخله واحده واحده فالحاجات دي كل الناس انت عارف الجماهير المصريه وخاصه الزمالك بتفهم وبتعرف وممكن تحط لك تشكيل بس كارترون مدير فني كبير ليه غايبه عنه الحاجات دي يا كابتن صلاح؟ ما هو يسال عن دي اصل انا ما اقدرش اقول لك مدرب كبير طب الاخطاء دي بتحصل ومتكرره طالما متكرره احنا كعاطفيين بتقول لك ده متعمد انه يغلط لكن لا احنا مش هنسمح لا انت ولا لاي حد ان يغلط في فرقه الزمالك او في جماهير الزمالك فعشان كده عايزين كنا نامل النهارده احنا نكسب عشان نبقى مش الرابع على الاقل نبقى ثالث ثاني ونخش ان شاء الله اذا كان مع الوداد او مع بترو اللي هو الاول النهارده طيب عاوز برضو اتكلم مع حضرتك عن دور الجهاز المساعد كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن أمير عزم مجاهد مع الراجل وهل لهم رأي والراجل بياخد برأيهم ولا لا لكن تعالوا مع بعض نشوف تقرير عن رأي جماهير نادي الزمالك بعد تعادل الفريق في مباراة اليوم أمام سرجدة الأنجولي وارجع أكمل مع حضرتك هو الزمالك لعب النهاردة أساسا احنا شفنا المباراة كلنا أنا مش حاسس بمستوى الزمالك ولا لعيبة الزمالك ولا التغييرات ولا 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 ما شفناش اي حاجه النهارده تثبت ان في روح حتى في نادي الزمالك او اسم الزمالك او بطوله كبيره زي دي بيلعب فيها نادي الزمالك النهارده ما حسيناش بالزمالك خالص النهارده اللي حسينا بيه الحارس النهارده كل شويه اسمع اسم الحارس 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 ادي مدافعين فين بتوع الزمالك النهارده خط الوسط فين بتاع الزمالك النهارده بصراحه ان ما فيش روح يعني انا لو في روح بصراحه يعني الماتش ده اسهل ماتش نكسبه في المجموعه انا مش شايف اي روح مش شايف اي حاجه ما فيش حاجه متفقين عليها يعني انا شايف اساسا الخطه من اول الماتش اساسا يعني بصراحه مش ده الزمالك يعني انت تقابل فريق متواضع زي ده تحط 5 قلب دفاع او 3 قلب دفاع يعني انا شايف بصراحه ان كده يعني مش مفيش روح مفيش اداء مفيش اي حاجه تبسط الواحد يعني النهارده الماتش الوحيد كان لابو جبل كانوا سيئين بس ان شاء الله هنكسب لما نلعب الوداد ان شاء الله هنكسب في المباريات القادمه بس لازم يشدوا حيلهم شويه ابو جول الصراحه كان حلو وشال كور كتير اخر ربع ساعه وشيكابالا كمان كان لعيب يعني شال الماتش كله خروج شيكابالا اثر جامد جدا ونادي الزمالك فريق كبير ويرجع احسن من الاول وانا بتمنى له الخير وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله يعني الماتش سموحه فيه دروب في التشكيل في اداء اللعيبه في غياب طارق حامد طبعا عامل مؤثر جدا في نص الملعب اللعيبه معظمها بعيد عن مستواها في ايه بقى ده اللي يلمسه الجهاز الفني والناس في ايه ما احنا نفسنا بنسال في كرياضيين او كمشجعين بنسال في ايه مفيش روح مفيش اداء فده الطبيعي يعني هو الراجل غالبا عايز يمشي فبيعمل تشكيلات غريبه في 3 ماتشات وبيفتي فيهم
فما فيش روح وما فيش اداء، وده ده الطبيعي يعني، فربنا يسهل الحال ان شاء الله. والله انا شايف ان الاداء النهارده بصراحه لا يرتقي لنادي الزمالك خالص. اللي بيحصل ده بصراحه دي بهزله. كارتيرون عايز يبوظ الفرقه، سيب النادي ويمشي، انت بتعاند ليه؟ احنا مش عارفين. النهارده بترو اتلتيكو كسب الوداد وبقى عنده 4 بونت، والوداد عنده 3 بونت الماتش اللي فات، وفرصه الزمالك بقت صعبه جدا جدا جدا. احنا مطالبين نكسب الوداد رايح جاي، والموضوع فعلا اتصعب على نادي الزمالك واحنا صعبنا على نفسنا. دي كانت اراء جماهير نادي الزمالك. زي ما حضرتك قلت، اول واحد قال لك هو الزمالك لعب النهارده؟ سؤال استنكاري. والبعض الثاني قال لك مفيش روح مفيش عزيمه، ابو جبل هو اللي موجود. والبعض الثاني قال لك الراجل عايز يمشي وبيفتي في التشكيل. زي ما احنا اتكلمنا وقلنا الناس فاهمه كوره صح جدا، ومش هنختلف كلنا، حتى الولد الصغير هو عنده امل كمان يعني، حاجه عنده امل. بدل احنا طالما في مباريات والكره في الملعب لازم يبقى عندنا الامل. تمام، اكيد. بس الناس كلها اتفقت معانا على اللي احنا شفناه، ان في تقصير من فلان وفلان وفلان وفلان. حتى الراجل اللي قال شيكابالا هو كويس بيطلع، طب سيبه مره يطلع ويلاعب رؤى انت عايز تكسب، ومره هو كويس قوي خلاص قربنا بقى يعني قربنا نجيب جوان بيطلع. رغم ان شيكابالا في الماتش الاولاني امام بيترو اتلتيكو هنا في القاهره هو اللي غير نتيجه، هو اللي غير، هو أوباما. رجع هو اوباما غيروا الماتش بقى، كل ده بنوصل للجون. فالناس حاسه ان في مشكله، بس احنا مش عارفين ايه هي. طيب الجهاز المساعد ملوش دور في التوقيت الحالي؟ شوف اقول لك حاجه دكتور، عن خبرتي، انت كنت بتاخد دايما مع كل معاك سعيد الأجانب. ومعاك تامر في لا في كل الاجانب كل الاجانب. الاجنبي بيجيب واحد اجنبي معاه عشان يبقى ده رايه وده عينه او مترجم. المصري بيبقى على الهامش الا لما النتيجه تبقى مش كويسه، يتزق في الطريق. انا ارجو الناس تفهمني كويس. بيقول لك هات مصري، وغالبا 90% بيخدش رايه الا لما الجيم يقف خسران واحد مش عارف يكسب يبتدي. لكن لازم الناس تعرفوا ان المصري ده هو خايف على الفرقه اكتر منك. ولما هيجي يقول لك حاجه معلومه هو عايش مع اللعيبه. كم جهاز اشتغلت معاهم يا كابتن في نادي الزمالك مساعد؟ انا كتير كتير. ولا واحد كان بياخد رايك خالص؟ لا الأجانب. لا كتير، كلهم بتكلم على الاجانب. لا كلهم بياخدوا رايي الاجانب. بس هي ايه بقى؟ مدارس مختلفة يعني دلوقتي ما حدش بياخد فرق. لا شخصية، في واحد بيجيب حد معاه يبقى ده عينه. أو بيسخر مترجم ليه. لكن لما تيجي تقعد على الترابيزة ويبقى مثلا حاليا دلوقتي مثلا مستشار مرتضى يقول لك ده لازم يبقى ليه اختصاص كذا اختصاص كذا كذا، والأمر الأول الأخير للمدير الفني. بس لازم تقول له. توزع اختصاصات من الاول. يعني ما كنتش مع باتشيكو كنت بعمل ايه؟ بروح اشوف الفرقه اللي هتلعبنا ونجيب الفرقه ونقعد تحليل عنها ونحط اللعيبه اللي توازي التيم ده عشان يكسب. ده كان في الاخر هو صاحب الراي. صاحب الراي. دلوقتي يعني لو واحد مايل كده شويه هيقول له ايه؟ وبعدين ما بياخدش برايه وبياخد يقول لك انا المسؤول. باتشيكو اكتر واحد كان مديك مساحه ولا في لا لا في باكيتا وفي ماكليش وفي ناس كتير جدا. ما انت لو مالكش مساحة من خلال تخصصك او البوزيشن بتاعك اعتذر. صح، لان احنا كمصريين بنحاسب مين؟ او دايما نبقى رايحين للمصري اللي موجود في الجهاز. وانا بقول هو ادرى واحد ان مرن اللعيبة دي قبل كده او اتفرج عليها او مطلعهم من الناشئين او خد بطولات، فعارف امكانياتهم ويعرف حتى يوظف لما نيجي نحتاج مثلا بكرايت، واقرب واحد عارف مين اللي يقدر يلعب بكرايت. طيب المجموعة أنا عاوز أقول إنها تعقدت، ولكن زي ما بقول الأمل موجود إن شاء الله. دلوقتي بيترو أتلتيكو النهارده بعد ما فاز أصبح 4 نقاط، الوداد 3 نقاط من فوز في المباراة الأولى على ساجرادا، والنهارده الزمالك أصبح 2 نقطة، تعادل مع بيترو تعادل مع ساجرادا، وطبعا ساجرادا بدون ما عنده نقطة واحدة. إزاي الزمالك يرجع مرة تانية؟ طب سجل لي حضرتك سجلي في البرنامج ده؟ مسجلين ما تقلقش والله. كل الزمالك انت مضى عليه. ان الزمالك ان شاء الله اول او تاني في المجموعه دي. يا رب. بس بدايتها الماتش الجاي. رغم صعوبته في المغرب. شوف الزمالك دايما مع الفرق القويه او اللي ليها اسم ما بيخافش. اللي اقل شويه او اللي ما عندوش معلومات عنها بتبقى الثقه زياده عن اللزوم قوي
فبيحس انه ممكن يكسب في اي وقت مع الجيم، ممكن تقفل يحصل مش عارف ايه بتروح. لكن مع الوداد الترجي ال 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 حاجات شمال افريقيا دي الزمالك بيعرف يتعامل كويس قوي معاها. فانا بقول لهم بدايه الماتش الجاي وانا واثق في ربنا فيكم ان انتوا هتكونوا اول او ثاني مجموعه ان شاء الله. طارق حامد فين؟ والله انا اسمع ان هو مصاب. انا بسمع زي حضرتك. امبارح سمعت موضوع كويس قوي ان الاستاذ مرتضى جابه ابتدوا يتكلموا في التجديد والعقد وكده. زي اشاعات ابو جبل ان شاء الله هتخلص. انا قلت لازم المجلس ده امير مرتضى قريب من اللعيبه جدا، وده ممكن يسهل عمليه التفاوض جدا ومصدر ثقه عند اللاعبين. واعتقد في كمان علاقه حب بينهم، فممكن جداً الامور تنصهر بسرعه يعني. فعشان كده انا مش قلقان من طارق، ان الطارق ده انا حضرت مع الاستاذ مرتضى اول تجديد، يعني اول ما جه من سموحه. يعني كان انا عارف ما كلمش في فلوس، كانوا طالبين حوالي مبلغ كبير، وقال انا ممكن ندفع وساهم لان هو عايز ناس زمالك. مش معقول بعد رابع تجديد او ثالث تجديد طارق يمشي. ان هو احساسه ان ده المكان اللي اتولد فيه وهيطلع منه في اي حته اوروبيه. متعور بقى شويه نفسيته تعبانه شويه كتير جماهيريا يعني برحيله. شفنا نجوم، شفنا رمضان صبحي يعني كان يعني هيبقى اسطوره في النادي الاهلي، ولكن رحيله البيراميدز اثر بعض الشيء كتير. فده كتير لازم هيفكر، اصبح في نموذج بيفكر طبعًا فيه قبل طبعًا ما يقدم على خطوه زي دي. ولازم يحطوا رمضان قدامهم او شريف او الناس اللي مشت او يعني علي جبر او الناس دي، لان هم فقدوا منتخب وفقدوا نجوميه وحاجات كتير. لكن في الاخر وفي الاول المجلس بكذا الاستاذ مرتضى بيعرف يتعامل مع الناس. امير بيعرف لان قريب من اللعيبه قوي سنا كمان، بيعرف يتكلم في التجديد وبيعرف يقول للناس ايه الامكانيات. بن شرقي اعتقد ان الموضوع بتاعه هيخلص قريب. فكل حاجه تعمل استقرار يا دكتور في النادي. هل اللجان السابقه صدرت مشاكل للنادي الزمالك؟ كتير 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 كتير. انا لسه كنت بتكلم على موضوع الاعراض، ما ينفعش لجنه تطلع لاعب عرب نيه البيع، لازم اللاعب يرجع النادي والمجلس اللي بعد كده هو اللي يقرر. او تبيع خالص. عبد المنعم لما راح فيوتشر وتالق رجع تاني النادي الاهلي. امال انت مطلع لي صبحي بنيه البيع، مطلع لي جنش بنيه البيع. فاعتقد يعني ده امر يعني كان خطير جدا لنادي الزمالك. او ما بصوش للموضوع الفيفا والايقاف القيد وما يقدروش يتعاملوا معاه، بدليل مثلا ان الاستاذ مرتضى كسب قضيه حمدي نجاز وهو مش موجود. بس كان متابع وعارف ان هتحصل ايه وكده، والولد قاعد مع الوكيل وضحكوا على النادي. ومين اللي خد يعني مش عايز اقول يعني مين اللي في الاخر اتأذى؟ هو نادي الزمالك. صح. فالناس دي حتى بسلامه النيه ما عملوش نادي الزمالك. هل الزمالك في احتياج لفرجاني ساسي مره ثانيه؟ والله انا ما اقدرش اقول يا دكتور، هو حسب رؤيه المدير الفني. لكن انا مش عايز لو انت موجود مش تهرب، لا هو لعيب كويس. على فكره السنتين اللي فاتوا لعب اقل من سنه واحده قضاها في نادي الزمالك. وانا شفت كتير طلع من الملعب، ما كانش بيطلع من النادي هنا. نزل احتياطي، ما كانش بينزل هنا. فكان هنا في النادي معمول له وضع كويس قوي قوي قوي. هو اللي مشي صرف النظر ان الامور ما كانتش متحسنه في الـ في الـ في الاحوال الماليه في النادي ايام اللجان. ما صبرش، ده من حقه، لكن مشي. النادي يرجعه تاني بقى او ما يرجعوش، دي حاجه بتاعت النادي. لان انا يعني اعتقد ان الاستاذ مرتضى اي واحد بلغه اللي ان هو هرب وساب النادي ما اعتقدش يقدر انه يرجع نادي ثاني بسهوله الا لما يضحي. هل جماهير الزمالك تتقبل عودته مره ثانيه؟ والله يعني اقول 50% هي بتحبه كلاعب، كلاعب تقدر تستحمله. لكن راح طب رجع ليه؟ هيرجع بكتير ولا قليل؟ الناس يعني زي كارتيرون ده، كارتيرون ده مين قواه هنا في النادي لما رجع تاني؟ الجماهير. اللي كانت عندها امل انه يكسب بطولات افريقيه تاني، سابنا في بطوله كنا قريبين قوي منها. فالجماهير طالما في احتياج للاعب هتساله اي حد. ممكن. لكن هو من الناحيه الفنيه هو لعيب كبير. بن شرقي شفته ازاي النهارده في مباراه اليوم؟ مشغول. بيفكر في حاجات مش في حاجه واحده. يعني حتى هو بيخش ما يعني اخاف بقى على رجلي. وده وضع، خلي على فكره وضع طبيعي لاي واحد انتهى عقده. خلاص. وبكلمك عن الناحيه العربيه،
او المصريه. يعني اوروبا ما عندهمش الحاجات دي. الحاجه الثانيه اتمنى ان موضوع الشرط الجزائي بتاعه ده ينحل بسرعه. والمستشار يقدر يقعد معاه ويجددوا له. طيب ده فيما يخص طبعا مجموعه نادي الزمالك. الاهلي ايضا بعد تعادله مع الوداد والنهارده مع الهلال عفوا السوداني، والنهارده المريخ تعادل مع صن داونز. صن داونز فاز في المباراه الاولى امام الهلال واصبح اول برصيد 4 نقاط، والاهلي من مباراه واحده نقطه واحده، والمريخ ايضا نقطه، والهلال نقطه، لكن الاهلي والمريخ من مباراه. شايف المجموعه دي هتمشي اهلي صن داونز ولا ممكن هلال او مريخ يدخل في اللعبه؟ اهلي صن داونز. اهلي صن داونز رغم ان الاهلي ما لعبش كويس. هل يعني مشاركته في كاس العالم وحصوله على البرونزيه، ودايما بنقول بعد تحقيق، يعني انا ده بالاهلي انا ما بسموش انجاز، الاهلي اكبر من ذلك كمان، هل ده ممكن يكون اثر على اللاعبين في مباراه الهلال ولا الاجهاد اللي كان يبدو على اللاعبين؟ لا اثر. بص حضرتك ما تكلميش في اهلي وزمالك اثر ارهاق، لان دي فرق اتعودت على البطولات فلازم تعدي الصعاب عشان تكسب، لكن الاداء مش مفروض ان كل مباراه تبقى كويسه، لكن المفروض اكسب عشان اريح نفسي. لكن انا بقول الملعب يمكن تقيل شويه عشان جديد، الحر زي ما كان النهارده في ماتش الزمالك الحر جامد قوي، ممكن يكون في رطوبه، لعبوا الساعه 3، انا استغربت كمان في السودان الساعه 3 اختار التوقيت عشان النادي الاهلي، يمكن الحاجات دي لكن انا بقول الاهلي والزمالك هيعوضوا في المباراه الجايه زي المصري وبيراميدز. الناس قالت هيكسبوا لان الواحد اتعادل واحد كسب، فالعمليه دي بتدي شحنه معنويه للمصريين رغم ان بكره يعني مباراه المصري وبيراميدز صعبين شويه، يعني المصري هيقابل مازيمبي بقوته الضاربه وان شاء الله المصري قادر باذن الله، وايضا زناكو مع بيراميدز، شايف قادرين بكره ان شاء الله على الانتصار باذن الله تعالى. النتيجه الاولانيه بتديني الحقيه او ان انا اكون عندي الرغبه او الاصرار ان انا اكسب في مصر. عكس بيرمس كسبان هنا فهناك هيبقى اريح شويه، بس انت عارف ما فيش، انا سمعتك بتقول احنا نخسر هناك بره واحد او اثنين وبعدين نرجع مش عارف نكسب هنا 3، الكلام ده مش موجود دلوقتي في الكره الافريقيه. معلش خلاص، لان كل فرقه كلها تقدمت وممكن تفاجئ فرقه تفاجئك بمهارات او تكتيك انت ما كنتش عامل حسابه، لكن المباراه هنا بتبقى اسهل شويه، فانا واثق في ان شاء الله المصري وبيراميدز يكسبوا ان شاء الله. تابعت النهارده قرعه دور ال 32 في كاس مصر ولا؟ طيب نقول الفرق النهارده اللي اسفرت عن قرعه دور ال 32، وهطلع بعد كده تقرير عن هذه القرعه. الاهلي طبعا هيتقابل مع نادي المصري بالسلوم، وهقف هنا وقفه صغيره. المصري بالسلوم فريق بيمثل محافظه مطروح، زي ما كان الرجاء موجود والحمام موجود والجزيره موجود وكل والحريه والهلال وغيرهم، لكن ونادي مطروح ايضا نادي العاصمه، لكن المصري بالسلوم دلوقتي يعني موقفه حتى في دوري القسم الثاني فريق محترم، حاج رمضان ناجي طبعا وكل القائمين عليه فريق محترم جدا، وعاوز يظهر مدى تقدم الكره في محافظه مطروح من خلال مباراه امام الاهلي، وكلهم حاطين قدام عينهم مباراه الرجاء والاهلي في الدوري لما انتصر الرجاء، لكن الاهلي هيقابل مصر بالسلوم، الزمالك هيكون امام الداخليه، والداخليه بيحتل قمه مجموعته في القسم الثاني في المجموعه الثانيه مع كابتن سيد عيد، غازي المحله مع ايسترن كامباني او الشرقيه للدخان، سيراميكا كليوباترا هي المباراه الاصعب في ال 32 لان امام الاتحاد السكندري، فرقتين كبار، فرقتين بيضموا نجوم كبار جدا، والكابتن حسام حسن هنا والكابتن هيثم شعبان هنا، فمباراه هتكون صعبه للفرقتين. الجونه هتقابل بنها، مباراه يعني بنها غير جهازه الفني بالامس بعد رحيل كابتن هاني لبيب. بيراميدز هيتقابل امام لافيينا، هنا بقى بيراميدز هي الاسيوطي سابقا ولافيينا هي الاسيوطي حاليا، لكن باسم جديد، حاج محمود الاسيوطي شاطر، عمل بيراميدز، عمل الاسيوطي وبعد كده باعه بقى بيراميدز، عمل نادي جديد صعد بيه من القسم الرابع للثالث وصعد رسميا كاول الفرق للقسم الثاني الموسم الجاي، فالاسيوطي القديم بيقابل الاسيوطي الجديد، او بيراميدز هيقابل بالمسمى الجديد لافيينا. فاركو هيتقابل امام كفر الشيخ. مصر المقصع امام بني عبيد، وبني عبيد كلنا فاكرين مباراتها امام الزمالك لما خرجت الزمالك بهدف سيد نعيم، كلنا فاكرين بني عبيد في المباراه الشهيره يعني. امبي هيتقابل مع ديروت احد فرق القسم الثاني في مجموعه الصعيد. فيوتشر امام منتخب السويس. البنك الاهلي امام اسوان، واسوان بيحتل قمه مجموعته ايضا في الصعيد. سموحه امام دمنهور.
دمنهور في موقف صعب في المجموعة الثالثة، المقاولين العرب أمام المصرية للاتصالات، وطلاع الجيش أمام حلوان العام، والإسماعيلي أمام بتروجيت، والمصري أمام المنصورة. نروح نشوف القرعة اللي كان موجود فيها النهاردة الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وكابتن وليد العطار المدير التنفيذي، والسيد خالد كامل الرئي مدير المسابقات في الاتحاد المصري، وأرجع أكمل مع نجمنا الكبير كابتن محمد صلاح. كاس مصر في نسخته الجديده بيسير بخطى ثابته، لكن يبقى السؤال الاهم عن النسخه الماضيه، الاول نبتدي بيها، ايه اخر تفاصيل؟ تفاصيلها جمال بيعلام رئيس مجلس الاداره وخالد بن درندلي هيقعدوا مع الشركه الراعيه بكره ان شاء الله، وبعد كده هنحدد القرار النهائي بالنسبه لنا. كنا موقفين الدوري يوم 9 مارس، وبعد كده المدير الفني والجهاز طلب ان انديه الدوري كلها تلعب بجانب الانديه المشاركه في البطوله الافريقيه الاربع انديه، عشان يبقى في مباراه قويه ورجلها رجل اللعيبه تبقى في الملعب على طول زيها زي اللعيبه الثانيه اللي في الاربع انديه اللي هم الاهلي والزمالك والمصري وبيراميدز. فبالتالي قدمنا، مش اجلنا بقى، قدمنا الجوله ال 13 اللي هي كانت 8 و10 4، هنعملها يوم 15 و16 و17 3، وبعد كده هو يعمل راحه يومين ويعمل معسكر يوم 20 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله متواجدين في المجموعه، وان شاء الله تعرف هدفنا من اول تكوين النادي لافيانا الصعود للدوري الممتاز. الخطوات الثانيه اللي انت تصعد لدور 32، صعدنا واحنا في القسم الرابع وصعدنا واحنا في القسم الثالث، هنلعب فريق بيراميدز، دي تعتبر يعني حاجه فريده من نوعها. انت عارف ان بيراميدز كان الملك لمستر محمود الاسيوطي، لافيانا الملك لمستر محمود الاسيوطي، فيعتبر دي حاجه متهيألي اول مره تحصل في التاريخ. يعني اي فرقه بتتمنى ان هي تقابل النادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي بيراميدز، الانديه الكبيره، لان دايما الانديه الصغيره احنا متعودين من زمان في كاس مصر بالذات ان احنا بنشوف الانديه الصغيره بتعمل ماتشات كبيره جدا مع الانديه الكبيره، وبتظهر وبيظهر فيها لعيبه كويسه جدا يعني، وبتقدم نتائج كويسه. وعلى سبيل المثال تقريبا كان بني عبيد وكان تليفونات بني سويف طلعوا انديه كبيره في دور ال 32 يعني، فاحنا بنتمنى ذلك يعني. المواجهه قويه طبعا، انت عارف ماتشات الكاس دي بتبقى يعني فرق الدرجه الثانيه فرق كويسه، وبتبقى نتائج مش متوقعه طبعا، وماتشات قويه. كل الفرق اللي صاعده من الدرجه الثانيه فرق قويه وبتنافس على صعود دوري ممتاز في مجموعتها. نادي كفر الشيخ من الانديه المحترمه، الانديه الكويسه اللي كانت معانا في مجموعه بحري، من الانديه اللي بتنافس على الدوري الممتاز والصعود، واكيد هيكون ماتش قوي ان شاء الله. كل الناس شايفه غزل المحله ماشي ازاي، كان في الدوري وماشي في كاس الرابطه ازاي، وان شاء الله نواصل المسيره بتاعتنا في كاس مصر. وكل بطوله لها استعداداتها، وكل ماتش بنستعد ليه كويس قوي بناء على الطرف اللي قدامنا. مباراه صعبه للفرقتين، لان طبعا غزل المحله معاهم طبعا الكابتن حميد بسيوني، كان الفتره اللي فاتت كان معاهم الكابتن عوده، وكانوا عاملين فرقه كويسه، وهو الراجل برضه جه كمل المسيره وعامل فرقه برضه كويسه، والكابتن علاء في تدعيمات يناير عامل فرقه كويسه واداء كويس، فهيبقى المواجهه صعبه ما بين الفرقتين وخصوصا في غزل المحله. شكرا زميلنا العزيز مصطفى الراسخ، وهذا التقرير من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. زي ما قال الحاج عامر حسين فيما يخص النسخة الماضية اللي وصل فيها أسوان مع الزمالك للدور قبل النهائي، وبتروجيت أيضا أحد فرق القسم الثاني واللي بيديرها فنيا النجم الكبير كابتن ربيع ياسين ومع كابتن حمادة مرزوق، وصلوا أيضا الدور قبل النهائي منتظرين الفائز من الأهلي وبيراميدز، ثم بعد ذلك يتقابل مع إمبي والفائز يتقابل مع بتروجيت. فعندنا مثال ان احد فرق القسم الثاني حاليا اللي كانت موجوده في الدوري الممتاز بتروجيت وصلت للدور قبل النهائي، لكن هيبقى في جلسه مع الشركه الراعيه، لان طبعا في حاله عدم اقامه كاس بيبقى في غرامه على الاتحاد المصري بسبب الرعايه، ودي مشكله صدرت الى الاتحاد الحالي زي ما قلنا في نادي الزمالك. اللجان عملت ايه؟ ايضا اللجان هنا عملت ايه؟ ممكن يحصل مفاجات يا كابتن ولا في الكاس لازم مش لازم 100% يعني، بس نتوقع مين من اللي قدامك تقول ممكن يحمل مفاجأة؟ بتروجيت ممكن، بتروجيت ممكن هيقابل الاسماعيلي، هيقابل الاسماعيلي ماتش قوي. في كفر الشيخ، كفر الشيخ هتقابل مع فاركو، فرقة كويسة، بس كفر الشيخ مهزوزة الثلاث مباريات الماضية الأخيرة. خلي بقى حضرتك الكاس ملوش شعب الدوري خالص، دي حاجة تانية.
دي حاجة تانية. طيب نروح لملف تاني واحنا موجودين مع بعض، الدوري العام. وعايد طبعا الاسبوع ده شايف الدوري هيكون اعداد جيد للاعبين المحليين قبل مباراة السنغال القادمة؟ اه طبعا، لما الدوري بيقف احنا بنرجع، الدوري بيرجع قبل ما تشم نفسه بياخد على الاقل ماتشين ثلاثة. ولذلك اكتر اسبوع او اسبوعين حصل فيهم التعادلات السلبية اللي فات كنا ناهين قبل البطولة ولا اروع. ما فيش ماتش يمكن الله ما رحمه يمكن ماتشين او ثلاثة السلبيين كان كله بقى ثلاثات واتنات ومستمتعين. لكن هياخد وقت، الوقت ده هو في صالح المنتخب. حوالي 30 يوم او 40 يوم لما نلعب كمل الماتشات. الراجل عايز يشوف لعيبة، عايز يشوف لعيبة جديدة. هيختار ممكن يضم حد جديد؟ اه جديد، اه لازم. يعني مثلا مبدئيا على سبيل المثال عبد الله مثلا لما يعتزل الدوري هيجيب حد يخدم مكانه. مين مكان عبد الله من وجهه نظرك في الدوري الحالي؟ كتير كتير، بس انا لو اخترته هو بيختار حاجه تانية. لا احنا بنتكلم مع بعض، وانا ما بقولش ده لو كان يعني قرارات الاختيار. يعني مثلا احنا بنتكلم مين اللي لفت نظرك في المكان؟ عبد القوي. عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، احمد عبد القادر، عاشور، عبد القوي. انت بقول اشرب الشاي يا كابتن عبد الله، خلاص قربنا اهو، ما تقلقش. هاند 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 لازم يشوف بديل. ابراهيم عادل لازم. مش لازم يعني بقول خدهم يعني. يبقى في تجانس مع بقيه الفريق اللي خاض بطولتين؟ لا، ما هو في هيكل. هو مش هيستغنى عنه. لكن واحد مصاب، واحد اعتزل الدوري، فلازم يبقى في تدعيمات. لان في ناس هو بصراحه عمل حاجه كويسه، ورانا ناس على الساحه ما كانش موجود بصراحه، ولا كنا نتوقع انهم يلعبوا. شفنا عبد المنعم، شفنا فتوح بمتالق، شفنا الونش بقى امام لما امام عكرمه لعب على ساديو ماني. لا بصراحه عمر كمال، في ناس كتير عمر بصراحه. لا فهو الراجل زي ما خلي بالك هو عمل كده في كاس العرب. بس لما خسرنا وبعدين ما خدهمش احنا قعدنا نتكلم، وانا هو يعني خد منهم اكتر من لاعب. يعني هو ساب احمد رفعت، ده اللي يعني اللي كان الكلام عليه في الوقت ده. يعني ما هو وفيصل، حسين فيصل، حسين فيصل. يعني كانت الناس تامل ان يكونوا معاهم لان العدد كتير. لكن في المره اللي جايه دي عشان هم ماتشين في حوالي خمس ست ايام، هيبقى في تقنين في العدد واختيار صحيح من خلال الدوري. ان هو طبعا نمره واحد بيعتمد على الدوليين. ده نمره واحد، وبعدين بيدعم المحترفين. قصدك الدوري بره المحترف. المحترفين وهنا الناس بتكمل. نتمنى بقى ان حجازي يرجع والناس دي كلها ترجع ان شاء الله. حجازي بصراحه يعني اصابته ربنا يرجعه بسلامه باذن الله تعالى. ست اسابيع لسه، ف نتمنى مرحله ثانيه، فمش هيلحق. نتمنى من الله. والشناوي يعني الحمد لله الونش راس المرمى بصراحه رائعه، سواء الشناوي وجبل والبقيه بصراحه رائعين جدا. او صبحي وجاد الاربعه تمام تمام. لا بلاش ان احنا نخش في السكه مين على حساب مين، لكن هي رؤيه جهاز فني طبعا بكل تاكيد. طبعا. طيب الزمالك موقفه في الدوري وهزيمته الاخيره امام سموحه، هل تعادله النهارده كمان ياثر على مشواره في الدوري، ولا بنجومه الكبار قادر على العوده سريعا؟ لا بالنجوم حضرتك لازم يفصل. يعني دلوقتي في بطوله افريقيه، نتمنى نطلع اول مجموعه او تاني، بعد كده نروح للدوري. لا يعني ماتش في الدوري او ماتشين ما اعتقدش ان تقدر تقول الدوري راح او فقد المركز الاول. دي كراسي موسيقيه هتطلع في الاخر، زمالك اهلي، اهلي زمالك برضو في الاخر، رغم ان بيراميدز حاليا في المركز الثاني وممكن يبقى في المركز الاول كمان. بس مفيش استمراريه. لا امتى هنلاقي الاستمراريه يا كابتن؟ وامتى الاقي فريق غير الاهلي والزمالك هو اللي بينتزع بطوله الدوري زي ما كان الاسماعيلي بيعملها في بعض الاوقات؟ هو اصل هي كل حوالي خمس ست سنين بتلاقي واحد داخل مع تغير الفكر الحالي. هو عندك قوه الفكر ما اتغيرش غير مادي بس، من الناحيه الماليه. طيب ما الناحيه الماليه بعد كده هيبقى عنده كل لاعب في اي فريق زي فيوتشر، زي مثلا سيراميكا كليوباترا، زي بيراميدز، زي ده الناس الثقيله دي هيبقى عندها، والمحله يبقى عندهم برضو الرغبه في تحقيق بطوله. الفلوس مش كل حاجه يا دكتور. أنا معاك. الإمكانيات البشرية، جينات البطولة والشخصية بتاعت اللعيبة اللي أنت بتجيبها، ومين يقدر يغير لك النتيجة، ومين يقدر يستحمل الضغط بتاع الجماهير أو السوشيال ميديا بتاعت الأندية اللي هي بتحاول تتقدم عشان تكسب بطولات. مش هتلاقي كتير.
عشان كده في ناس يعني في ناس بتعمل فرق كويسه قوي قوي بماديات عاليه جدا لكن ما بتاخدش، هي بتلعب في في الثالث والرابع وده اكتر طموح، لكن هنتمنى ان الناس تخش مع الاهلي والزمالك ده اكيد. الاسماعيلي والله كلنا زعلانين عليه. هل طبعا انت تفتكر لما كنت بتلعب في اسماعيليه وتشوف الجماهير بتكسر الدنيا واللاعبين كان على اعلى مستوى كابتن صلاح؟ هو بص على مر العصور يمكن بس السنتين اللي فاتوا بس يا دكتور منتخبات لا كانت لا تخلو من الاسماعيلي حتى صغيرين وكبار كله، لكن هو تغيير المجالس وتغيير الاجهزه ده بيعمل نوع من خلي بالك اللعيبه مش عندها استقرار، هي هتقعد مع مثلا الدكتور ايهاب شهر ولا شهرين مع محمد صلاح ثلاث شهور ولا شهر، فبقى عندها هزه حتى في الناحيه التدريبيه مفيش استمرار لمده سنه مع حد واختيار الله اعلم اختيار بيبقى نابع من المجلس ولا من المدير الفني ولا اللي ماسك لغايه ما المدير الفني يجي ممكن يكون اللعيبه دي يعني مش مقتنع بيها او نصها فبتغير في يناير فبيحصل فيه هزه طول الموسم بالنسبه للفريق لكن النادي الاسماعيلي مش ده مركزه وبقدر الامكان نقدر نقف جنبه نقطه نقدر نقف جنبه نشوف هنعمل ايه، لكن هو من نابع الاستاذ الحكومي والمجلس اللي حواليه واللجنه اللي هي اللجنه الرياضيه الفنيه الفنيه من ولاد الاسماعيليه. هل براون خد يعني فترته مع الفريق ولا ما لحقش؟ ما لحقش ولا طلعت الحكم عليه صعب ولا كابتن طلعت انه كان مصاب في البدايه. شوف عايزين نرجع عايزين نعمل الموضوع ويمكن اتمنى يعني يتم في المجلس الاتحاد ان يعني على الاقل الحساب بعد الدور الاولاني يعني ندوا فرصه للمدربين يشتغلوا مثلا ست شهور. طيب اديني ثلاث مدربين لفتوا نظرك في الدوري العام الموسم ده. في علي ماهر تمام فيوتشر في احمد سامي سموح فكرني عندك كتير شفنا خالد جلال مع البنك الاهلي شفنا مجدي عبد العاطي مع فاركو بسيوني لما راح غزل المحله وعوده لما راح وعوده لما كان في المحله وراح المقاولين في ناس كتير في ناس كتير بس على مدار السنتين اللي فاتوا يعني ثلاثه على بعض كده من غير ترتيب يعني علي ثابت وسامي وكان بسيوني حتى يعني مع طلائع الجيش بصراحه خد الكاس وكده من النادي الاهلي وانقذ طلائع الجيش في الموسم اللي راح وخد بيه الكاس في نفس السنه وماشي كويس مع غزل المحله وفي كاس الرابطه وصل للدور قبل النهائي عامل شغل عليه اللي على الساحه بقالهم سنتين يعني تمام يعني اصلا مش عايز اقول ايهاب بقى قديم شويه لا خلاص بقى مش قديم يعني بقى بره يعني بقى من المصنفين في في المصف في بقى في ناس جايه يعني خالد جلال ما شاء الله بقى له سنتين عودة دخل السنة دي في ناس كتير كابتن محمد صلاح هيرجع الدوري الممتاز مع ولا والله دي مش بتاعتي بتاعت حضراتكم يعني اللي بيطلب انا لو بمتلك نادي في الدوري الممتاز اول واحد هتعاقد انا اجي لك ان شاء الله كابتن صلاح على طول لا مش قصدي يعني لو انا الحاج محمود رشوت وعايز نادي المشكله يا دكتور ان انت تكون بتشتغل ولما يجي لك حد ما تقولوش لا عشان انا مستني انا مش بتاع الحاجات دي انا بحس ان ده نصيبي فلازم احافظ عليه لكن لو اتطلبت في اي حته انا اتطلبت في المقصه من قيمه سنه وشويه بس ما تمتش العمليه ونتمنى الناس كلها تشتغل كويس يعني لكن ان شاء الله من عندكم انتم باذن الله بإذن كله الله ربنا ييسر الامور. مباراه المنتخب مع السنغال وحلم الصعود لكاس العالم في دقيقه واحده تقول لي ايه؟ شوف السنغال كسبنا في بطوله افريقيا عشان احنا نكسبه في كاس العالم وده الاهم لينا ان شاء الله باذن الله باذن الله في مجموعه الماتشين باذن الله ان شاء الله كل النهارده محمد صلاح ابدع ابدع متعنا بهدف جديد يعني محمد صلاح بيعمل في كل مباراه كده حاجه جديده فالنهارده رقص الشعب كله. طب عايزين بس من حضراتكم كاتحاد كوره او الناس مسؤوله عن المنتخب ندرس ليه صلاح بيكون كويس هنا انا عارف ان مفيش ضغط عليه وكده وكل حاجه وهو هناك بيتخدم من 10 هو هنا احنا محملينه اكتر من طاقته فاللي بيتحمل الشعب كله امله على محمد صلاح مصر كلها فنتمنى لو في اسباب نجاح هناك نقدر نجيبها هنا بكل تاكيد نعملها ان شاء الله. طب اسباب النجاح من وجهه نظرك ايه؟ لا هو هناك بيلعب لان حاسس ان هو مفيش الضغوط مفيش ضغوط مفيش حد هيتعدى حدوده في الشتيمه يعني لا محمد صلاح هو يعني خلينا نقول ان هو
محمد صلاح يا جماعه خارج التقييم يا كابتن صلاح، خارج التقييم تماما. حتى لما الواحد بيأثر او بتاع بنقول ده محمد اللي قال، ده محمد اللي بينزل التشكيل، ده محمد اللي بيعمل حاجه. محمد صلاح لو تشوفه داخل المنتخب في المعسكرات لامم الدنيا ازاي، وفي حاله الحب المتبادله ما بينه وما بين اللاعبين، تقول بالفعل قائد بمعنى كلمه قائد. تمام، انا واصل عامل يعني عامل شغل هايل دكتور. وصل لمرحله النضج بس قمه النضج. هو بينزل بيلعب هناك للمتعه، حاطط الوكمان في دماغه، مش حاسس بحاجه خالص، للمتعه، بيمتع نفسه وبيمتع الناس. فعشان كده ربنا بيديله هناك. هو هنا بيتحمل كل حاجه. يعني حتى بعض المدربين مش عارفين يلعبوه زي ما بيلعب هناك. يعني محمد صلاح لو لعب حر، مش حر يعني بمزاجه، والناس تخدم عليه، اعتقد ان هو هيكون احسن من كده بكتير ان شاء الله. لكن هو قائد ويرمي الفرقه والناس كلها بتحبه، خلي بالك. اكيد اللعيبه كمان كله لا لو محبوب، فنتمنى لهم كلهم التوفيق. وانا واثق في ربنا ان احنا ان شاء الله هنكسب السنغال باذن الله، نتاهل والشعب كله يفرح يا رب. محمد صلاح مع كتيبه النجوم الكبيره ان شاء الله، وهو قائد الفريق، يكون قادر على رسم البسمه لكل الجماهير المصريه بصعود كاس العالم. كابتن صلاح نورتني، ربنا شرفتني، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله مع بلديه المحله، اسم كبير وعلم من اعلام كره القدم والتدريب ايضا. ربنا يخليك، نورت الدنيا كلها، ما سهرتكش اكتر من كده. غدا ان شاء الله حلقه جديده من الماتش، حتى لما قدمتم في امان الله، الى اللقاء.